بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. قبل ما نبتدي إن شاء الله حلقتنا النهاردة اللي هيكون فيها في الجزء الثاني ضيف النهاردة الكابتن عمرو انور المدير الفني لشباب الأهلي، والحديث عن شباب الأهلي والحديث عن مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. النهاردة في 15 عصرا غادرت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم متجهة إلى المغرب استعدادا لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يترأس بعثة النادي الأهلي طبعا الأسطورة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كان ترأس بعثة النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني وكانت مباراة مهمة، وأيضا كانت بعثة النادي الأهلي في مباراة سان داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أكيد يعني إن كابتن محمود الخطيب يكون موجود مع البعثة فأكيد الرسالة مهمة للاعبي النادي الأهلي. ومن هنا عايز أقول رسالة مهمة للاعبي النادي الأهلي علشان أهمية مباراة الوداد. مباراة الوداد في قبل النهائي البطولة الأفريقية مباراة صعبة. مباراة صعبة، فريق الوداد فريق محترم، فريق بيمتلك الشخصية. أنا النهاردة ضد الناس اللي قالت إن كان في صالح النادي الأهلي هو حصول الرجاء المغربي على بطولة الدوري منذ أيام قليلة. لا، النهاردة فريق الوداد فريق بلغة الكرة فريق مجروح بمعنى الكرة، هيكون عنده دوافع كبيرة. كل لعيب هيبذل أقصى ما عنده في هذه المباراة. بغض النظر النهاردة الجماهير المغربية موجودة أو جماهير الوداد موجودة أو مش موجودة أو بأعداد كثيرة أو بأعداد قليلة، تظل هذه المباراة مباراة مهمة. النهاردة لما يكون فريق الوداد للحظات الأخيرة أو الدقيقة 90 ممكن كان يحسم بطولة الدوري المغربي، فأكيد فريق محترم. السنة اللي فاتت وصوله للمباراة النهائية وخروجه من السيناريو بهذا الشكل برضو فريق محترم. علشان كده النهاردة رسالة لاعبي النادي الأهلي من اللحظة الأولى اللي احنا ركبنا فيها الطيارة، واحنا زي ما شايفين قدام حضراتكم دلوقتي ده يعني أبرز اللقطات النهاردة يعني والكواليس مغادرة لاعبي النادي الأهلي النهارده متجهة إلى المغرب. زي ما بقول لحضراتكم رسالة لاعبي النادي الأهلي النهارده من اللحظة الأولى اللي هتكونوا موجودين فيها في الطيارة لازم تركيز كبير. التركيز بيكون قبل المباراة. عايز مع حضراتكم أسترجع الذكريات في مباراة صن داونز هناك والمعسكر اللي كان موجود في جنوب أفريقيا. الحالة اللي وصلت للناس قبل المباراة، التركيز العالي، التركيز من اللعيبة. الحاجة الثانية اللمة والشدة اللي كانت موجودة ما بين اللاعبين. الفترة اللي جاية فترة مهمة، لازم أنا كلاعب أحضر نفسي ذهنيا وفنيا للمباراة. بمعنى الفترة الجاية عايز أبعد عن السوشيال ميديا تماما، صفحات الانستجرام بتاعي، صفحتي على الفيسبوك، على تويتر، عايز أبعد أنا كلاعب على قد ما أقدر. وإحنا كنا بنعمل الكلام ده وإحنا لعيبة في المباريات المهمة، بقفل التليفون بتاعي علشان تركيزي يكون منصب على هذه المباراة. طيب الدعم النهارده هل من اللعيبه بس او التركيز من اللعيبه بس؟ لا، ده التركيز ايضا من جمهور النادي الاهلي. بمعنى النهارده الفتره اللي جايه او الثلاث ايام على المباراه عايز ابعد بقى، ابعد الفريق عن صفقات جايه، مين جاي، مين ماشي، النادي الاهلي هيتعاقد مع مين. كل الكلام ده ملوش لازمه خلال ال3 4 ايام اللي جايين. النهارده كل الدعم للعيبه، كل المسانده للعيبه، واحنا ان شاء الله كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. موسيماني اللي بدا يحط ايده وبدا يحط بصمته على الفريق في النادي الاهلي. شفنا ما شاء الله في ارتقاء في المستوى، بيقدموا كره حلوه برغم ان النادي الاهلي برضه زي ما بقول لحضراتكم بيمر بظروف صعبه. شايفين كم الاصابات الكبيره في النادي الاهلي، لاعيبه مهمه ولاعيبه مؤثره، ولكن يبقى النادي الاهلي ومعدن لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني دايما هو ده الرهان اللي احنا دايما بنراهن عليه كجمهور النادي الاهلي. وزي ما احنا شايفين يعني دي ابرز اللقطات كابتن محمود الخطيب، وطبعا واستقبال المصريين في المطار، يعني وكل الدعم وكل المسانده مننا من الاشبال ومن جماهير النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي عشان دي مباراه مهمه. زي ما بقول لو احنا بنلخص الموسم كله في 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 مباراه، فالنهارده في هذه المباراه. وايضا بنشكر كل الرعاه اللي قدموا الدعم والمسانده اير كايرو وبنك سيب، كل بنشكرهم طبعا هنا من قناه النادي الاهلي. وبنشكر اير كايرو وايضا بنك سيب على المسانده وعلى الدعم وعلى التسهيلات الكبيره خلال الفتره دي علشان بعثه النادي الاهلي يعني تغادر بسلام. وان شاء الله واحنا موجودين برضو مع حضراتكم على الهوا يعني من المحتمل ان شاء الله بعد ساعه وساعه ونص تصل ان شاء الله بعثه النادي الاهلي بالسلامه الى المغرب، وكل الدعوات وكل الامنيات لهم ان شاء الله بالتوفيق. نروح نبتدي مع حضراتكم اولى فقرات برنامج الاشبال ونروح لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع حضراتكم مع منتخب الشباب. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي فقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي منتخب الشباب يفوز على نجوم المستقبل بثنائيه وديه. كابتن ربيع ياسين نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع منتخب مصر للشباب. نروح ايضا للخبر الثاني وبرضه مع منتخب الشباب. منتخب الشباب يواجه نادي مصر وديا الخميس، وده مباراة مهمة وبروفة مهمة أمام فريق محترم. كل التوفيق إن شاء الله للاعبي منتخب الشباب والكابتن ربيع ياسين. من أسوان انطلاق اختبارات قطاع الناشئين في كرة القدم بنادي أسوان. خبر بعديه كابتن خالد بيبو يجهز قائمة بالمميزين في ناشئي الأهلي لتقديمها إلى موسيماني. أهلي 2001 و2003 في معسكر مغلق بالإسماعيلية، وهيكون في تغطية إن شاء الله حصرية وكبيرة، وهنكون مع حضراتكم بعد قليل إن شاء الله من المعسكر في إسماعيلية مباشرة في برنامج الأشبال على قناة الأهلي. كابتن إمام محمدين أبو الناشئين وعن قوائم الناشئين بالموسم الجديد بيقول كارثة ويخدم مصالح أندية معينة. كابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي بيقول أين الأندية من قرار تقليص قوائم الناشئين؟ كان لازم ياخدوا رأي الأندية. كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بزد قوائم الناشئين الجديدة في صالح المواهب وتقضي على السلبيات. النهاردة إن شاء الله الحلقة اللي جاية دي كانت أبرز العناوين عندنا في برنامج الأشبال. أبرز العناوين في برنامج الأشبال إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنناقش مع حضراتكم أولى ملفات أو أولى القضايا في برنامج الأشبال، هي قوائم الأندية. قوائم الأندية اللي نالت يعني استياء من بعض مدير قطاع الناشئين زي ما شفنا كابتن محمد إسماعيل في نادي إنبي، كابتن إمام محمدين في نادي الاتحاد السكندري. هنناقش القضية إن شاء الله في الحلقة الجاية، إن دي قضية مهمة جدا، خاصة إن الفترة اللي فاتت طبعا زي ما احنا عارفين قاعدة الناشئين لازم تكون القاعدة كبيرة زي الهرم بالظبط. القاعدة متمثلة في البراعم. النهاردة بيتم تقليص عدد اللاعبين في البراعم. هل ده يخدم الكرة المصرية؟ خاصة ان احنا ما شاء الله بنتكلم في 100 مليون نسمة، فهل النهاردة كل نادي يمتلك 40 لاعب فقط؟ هل ده في صالح الأندية؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. عايز اروح برضو لخبر مهم، خبر مهم مع الفنان الأهلاوي الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي، وهو بيتحدث عن شادي رضوان. أستاذ نبيل الحلفاوي دايما ليه آراء ثاقبة، آراء مهمة، دايما آراء بيقف عندها جمهور النادي الأهلي ودايما الناس بتتابعه بشدة. بيقول عن شادي رضوان في دقيقتين وبلمسة وتسديدة كشف عن معدنه، طبعا واتكلم عن محمد هاني وأليو ديانج، لكن عايز أقف عند شادي رضوان. شادي رضوان من اللاعبين اللي احنا قدمناهم هنا في برنامج الأشبال لكل جمهور النادي الأهلي. راهنا عليه في البدايات، لما كانت الناس مش عارفه شادي رضوان. جريده الجارديان البريطانيه تحدثت عنه وخدته من اكتر من يعني من ضمن 60 ناشئ حول العالم من اللعيبه اللي تمتلك المهاره والموهبه. فالنهارده ده راي مهم جدا من فنان كبير اهلاوي بيتابع النادي الاهلي دايما بشغف. استاذ نبيل الحلفاوي بيقول عن شادي رضوان في دقيقتين بلمسه وتسديده كشف عن معدنه. شادي رضوان شارك في مباراه بيراميدز السابقه في الدقيقه 88، فالنهارده في 3-4 دقائق بانت اللمسه في كوره استلمها وكوره تاني سددها. لكن رسالتي هنا بقى لشادي رضوان، لعربي بدر، محمد فخري، محمد شكري، مصطفى شوبير، محمد مغربي، كل الناشئين ان شاء الله اللي هيتم تصعيدهم خلال الفتره اللي جايه وياخدوا فرصة حقيقية مع موسيماني اللي هو مقتنع بنسبة مليون في المية بالناشئين النادي الأهلي. موسيماني مدرب جريء، مدرب ما بيخافش ان هو يلاعب الناشئين، وزي ما قلت لحضراتكم في موقف في الدوري الجنوبي افريقي في مباراه مهمه وحاسمه استعان بناشئين، ولما اتسال في المؤتمر الصحفي قال لهم دي اكتر مكان ممكن اللاعب ياخد فيه الخبرات الكبيره. فالنهارده برضو موسيماني في المؤتمر اللي فات قال لازم اللعيبه الصغيره تسبح وسط القروش، وسط الاسماك الكبيره، قصده وسط اللعيبه الكبيره. النهارده علشان اللعيب بيتمرن كويس لازم ياخد فرصته. فانا النهارده نصيحتي للاعبين لازم اتمرن كويس في التدريب مع الفريق الاول مع موسيماني. كل تمرينه ليا النهارده كانها اختبار حقيقي ليا اثبت نفسي للمدير الفني. الحاجه الثانيه لازم احافظ على صحتي، لازم احافظ على تدريبي، التواضع. حتى لما تنزل النهارده وسط اللعيبه في الناشئين ما ينفعش ان انا اتكبر، لازم اسمع كلام مدربي في الناشئين اللي ليه فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وايضا لازم اكون متواضع وسط اللعيبه زمايلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في برنامج الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. خلال الفترة دي في طفرة كبيرة بتتم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي. كان دايما الناس بتقول أصل قطاع الناشئين ما فيهوش لعيبة. اصل النادي الاهلي النهارده فاخد بطوله الدوري او بيلعب على بطوله الدوري فما فيش ناشئين بيلعب. النادي الاهلي السنه دي بيحقق زي ما بيقولوا بيضرب عصفورين بحجر. بياخد بطوله الدوري الممتاز للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي باداء رائع وبعرض مميز وبارقام قياسيه. طيب والاحلى من كده؟ الاحلى من كده ان احنا شفنا النهارده ناشئين كتير موجودين في المباريات ولعبوا وشاركوا. اللاعبين اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي ده جزء من عدد كبير لسه هتشوفوه خلال الفترة اللي جاية مع موسيماني. وكمان النهاردة أو للأمانة السنة دي فيه يعني شغل كبير من الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. تم من خلال دمج الفرق، شفنا دمج فريق 99 مع 2000، 2001 مع 2002، 2003 مع 2004. في طفرة كبيرة بتحدث داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عشان إن شاء الله خلال السنوات القادمة يبقى اكتر عدد موجود من لاعبي النادي الاهلي في الملعب يبقى من ابناء النادي الاهلي. وطبعا عمليه الشراء دي بتتم في كل الاجيال طبعا بتضم عناصر جيده. شفنا يعني من خلال ايام قليله النادي الاهلي يعني كمان في معسكر في مدينه الاسماعيليه استعداد للموسم الجديد، معسكر على اعلى مستوى لقطاع الناشئين. هنروح دلوقتي لاسماعيليه لمراسلنا وزميلنا محمد توفيق عشان نشوف آخر استعدادات قطاع الناشئين للموسم الجديد. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن أسامة، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي برنامج الأشبال في كل مكان. يمكن زي ما حضرتك كان ليك السبق في إذاعة أول مباراة واستوديو تحليلي لمباراة الناشئين في مصر، كمان حضرتك معاك السبق إن احنا موجودين في معسكر النادي الأهلي مواليد 2001 و2003 من مدينة الإسماعيلية. يمكن كابتن أسامة يمكن يعني في صور كتير هتوصل لحضرتك هتنقل لك أجواء المعسكر. هنا معسكر أكثر من رائع، مكان إقامة أكثر من رائع، ملاعب، كل التجهيزات موجودة، بجد في طفرة كبيرة بيشهدها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. يمكن عايز أقول لحضرتك إن نفس المكان اللي معسكر فيه فرق الناشئين بالنادي الأهلي كان معسكر فيه منتخب السنغال استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر 2019، وكمان منتخب نيجيريا قبل خوض مغمار بطولة أفريقيا الأخيرة. النادي الأهلي ما بيبخلش على ناشئيه ولا على أولاده، يمكن الإدارة قايمة بواجبها تماما تجاه القطاع وبقيادة كابتن خالد بيبو وأكثر من مدرب مميز موجود في القطاع السنة دي. أعتقد إن شاء الله إن قطاع الناشئين في النادي الأهلي هيبقى شكله مختلف بشكل كبير. يمكن معاه في هذه اللحظات كابتن ياسر رضوان المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2001 يكلمنا أكثر عن المعسكر والأجواء داخله. يعني كابتن ياسر برحب بحضرتك في البداية، يعني الاجواء انا معاكم كل يوم من الساعه 7 الصبح لحد 8 مساء، تدريب صبح وبعد الظهر، بتهيألي النظام اكثر من رائع السنه دي. اهلا طبعا بيكم، وزي ما تعودنا منكم انتم معانا في كل مكان، تغطيه شامله على مدار اليوم. طبعا معسكر زي ما انت قلت ان هو افضل حاجه اتعملت من كابتن خالد بيبو ان هو اختياره المكان نفسه، الهدوء، كل الامكانيات متوفره، في جو كويس جدا عاملينه هنا، جو اسري محترم، وخاصه احنا طالعين فرقتين مع بعض 2001 و2003 مع الكابتن شرف. بنشوف بعض الولاد يبقوا قريبين جدا من بعض ويعرفوا بعض اكتر. بصراحه معسكر انا شايف ان هو ناجح. مستر مايكل برضو عامل شغل كويس، يمكن احنا ما بنضيعش وقت خالص هنا، وفعلا المعسكر ده يمكن هو لمده اسبوع لكن الافاده بتاعته انا بقول مش اقل من شهر يعني. كابتن اعتقد المعسكر كمان فات في حته الدمج، انه فرقه 2001 في دمج بينها وبين فرقه 2002، اعتقد ده مفيد. المعسكر قرب اللاعبين من بعض بشكل كبير. والله انا زي ما قلت لك برضو في الاول ان هي الموضوع كان مهم بالنسبه لنا ان الولاد يبقوا قريبين جدا من بعض، مش عايزين حته الفاصل بين 2001 او 2002. لا الحمد لله قدرنا نسيطر عليها بسرعه، وبشهاده كمان الراجل الاجنبي اللي موجود معانا ان هو فعلا عمليه الدمج كانت ممكن تاخد مننا وقت طويل، لكن الحمد لله موضوع المعسكر ده حل لنا مشاكل كتير. متوفر عندنا كل ما بنحتاجه من ادوات للشغل داخل الملعب. زي ما قلت لك برضو الكابتن خالد بيبو بصراحه بيعمل على اقصى جهد ان هو يوفر لنا كل سبل النجاح، والحمد لله لحد الان بصراحه احنا ما فيش حاجه ناقصانا، بنتمرن كويس، مكان اقامه كويس، بنستفيد من كل دقيقه محاضرات سواء فنيه او بالفيديو مع مستر مايكل. بصراحه الامور كويسه جدا هنا. شكرا كابتن، نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا كابتن اسامه. مكملين في لقاءاتنا من داخل معسكر الاسماعيليه، لو معانا كابتن محمد شرف المدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2003. كابتن شرف يعني برحب بحضرتك في البدايه، يمكن شايفك مبسوط في رضا تام عن مستوى المعسكر هنا. الصبح تدريب الساعه 7 وتدريب تاني الساعه 2 وماتشات وديه يوم ويوم، اعتقد يعني اداء اكثر من رائع تشكر عليه. يعني طبعا الحمد لله، تحيات طبعا للكابتن اسامه وكل اللي في البرنامج، لكن احنا يعني هو ده الحاجه الجديده، يعني السنه دي في اختلاف كتير في قطاع الناشئين. يعتبر احنا قاعدين في معسكر كل انديه الدوري الممتاز الفريق الاول بيقعد فيها، منتخبات كمان بتيجي تقعد، يعني حاجه صحيه جدا. عندنا الملاعب، عندنا كل حاجه، كل ده طبعا بيوفره النادي، لان احنا عايزين السنه دي طبعا كان في عمليه صعبه جدا لدمج الفرق. اللي موجودين في الفرق دلوقتي هم اللي كلهم واعدين للفريق الاول. احنا بنشتغل ان انت تاخد بطوله، طبعا دي حاجه مهمه، لان انت يهمك ان اللعيب اللي يطلع الفريق الاول يبقى واخد اكبر عدد من البطولات ومتعود على اجواء البطوله دي، بتبقى ميزه جدا وبتديله بونص كبيره في مسيرته بعد كده. اغلب اللعيبه اللي بتطلع الدرجه الاولى من قطاع الناشئين بيكملوا بيعملوا ارقام كبيره جدا، وشفنا يمكن اخر امثله محمد هاني وتريزيجيه قبله ورمضان. كل المجموعه اللي طلعت طبعا كانت مميزه من قطاع الناشئين. فمعسكر الحمد لله اكثر من رائع، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يكون يحالفنا التوفيق في الموسم. خلصنا مهمه صعبه جدا، اختيار افضل العناصر. يمكن انا تجربه شخصيه في 2003 و2004 من حوالي 85 لعيب او 90 لعيب وصلنا ان احنا بناخد القايمه بتاعتنا، فدي كانت تصفيه صعبه جدا. ان شاء الله باذن الله المجموعه اللي موجوده ان شاء الله تكون زي ما احنا شايفينهم، الجهاز ومستر مايكل والكابتن خالد كلنا اشتركنا، وكل من اول كابتن عمرو وكابتن عمرو انور والكابتن ياسر رضوان كلنا كنا مشتركين في الاختيارات، وكان في لجنه كبيره. ويمكن من بدايات الحاجات اللي بتعمل كويسه ان احنا كلنا شفنا اللعيبه اللي متواجده واللعيبه اللي تم الاستغناء عنها. ان شاء الله باذن الله يحالف التوفيق اللي احنا بنتمناه السنه دي، حصد البطولات واكبر عدد من اللعيبه يطلعوا درجه اولى ان شاء الله. شكرا كابتن شرف، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا مساء. كابتن اسامه، مكملين لقاءاتنا معاك من هنا من داخل فندق الاقامه بالاسماعيليه، ويمكن معانا دلوقتي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يعني زي ما بنقول صاحب المجهود الاوفر هنا في المعسكر، يمكن لا يألو جهدا، موجود مع اللاعبين من الصباح الباكر يمكن من الساعه 7 لحد الساعه 8 مع انتهاء اخر تدريب او مباراه وديه للفرق. كابتن خالد بيبو يعني بسم الله ما شاء الله مجهود اكثر من رائع، مستوى اكثر من رائع للمعسكر، اعتقد ما يقلش يعني ابني عن في اي فرقه في الدوري الممتاز، مكان اكثر من رائع، الملاعب موجوده في نفس الفندق، اعتقد يعني السنه دي عاملين مجهود كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد ان انا موجود معاكم على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بيكم طبعا، انتوا موجودين معانا النهارده وبرحب طبعا بالناس اللي في الاستوديو. بشكركم طبعا على التقديمه الجميله دي. احنا بنحاول ان احنا نشتغل السنه دي مع الولاد بشكل مختلف شويه، في تركيز اكتر مع الولاد. فحبينا طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على ان هي وافقت ان احنا السنه دي يبقى في معسكر لكل الفرق القطاع الناشئين هنا في اسماعيليه. مكان زي ما انت بتقول مكان محترم جدا، استقبال مميز، كل اللي احنا بنحتاجه هنا موجود. المعسكر فيه حاجات كتير قوي، المعسكر مش تدريبي بس، المعسكر فيه محاضرات كتير جدا، فيه ندوات احنا بنعملها للولاد، في شغل تثقيفي اكتر من ان هو كمان تمرين بيبقى فيه تمرين صبح بعد الظهر، وبتخلل بقى الكلام ده وجبات تغذيه مع شغل المحاضرات تدريب ومحاضرات في كل حاجه بقى، كل حاجه خاصه بكره القدم بنحاول ان احنا نستفيد اقصى استفاده من الاسبوع ده. والحمد لله يعني الامور ماشيه زي ما احنا عايزين وزي ما احنا راسمينها، ويمكن كمان احسن ما احنا كنا عايزين كمان. فعلا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول احنا متواجدين معاكم من بدايه المعسكر وان شاء الله موجودين لغايه نهايه المعسكر يا توفيق يوم كامل، سواء بعد الفطار يا توفيق. معاك يا كابتن اسامه، معاك تحياتي طبعا، معاك يا كابتن اسامه، تحياتي للنجم الكبير الكابتن خالد بيبو اللي ما شاء الله عامل مجهود كبير من بدايه توليه قطاع نشيب النادي الاهلي. احنا موجود في دلوقتي في المعسكر فريق 2001 و2003، مين الاعمار السنيه والفرق ان شاء الله اللي هتكون موجوده في المعسكر الثاني خلال الفتره اللي جايه باذن الله؟ يمكن كابتن اسامه بيحيي حضرتك وبشكرك على مجهودك في الفتره دي وان شاء الله ياتي بثماره. بيقول لك يعني دلوقتي موجود 2001 و2003 في المعسكر، ايه الفرق الموجوده ان شاء الله؟ يعني كمان احنا عرفنا ان في معسكر ان شاء الله الاسبوع المقبل. 2001 و2003 وبعد كده هيجي 2005 و2006 وبعدهم ان شاء الله 99. كل فرق القطاع ان شاء الله هتبقى ورا بعض شغالين، لان هو كورس واحد كده احنا شغالين عليه، فحبينا ان احنا كل الفرق اللي قريبه من بعض ان هي تشتغل مع بعض، يبقى في تجميع بشكل مختلف، تمرينه بتبقى مع بعض، الجوانب الفنيه كلها الولاد كلها بتحفظهم، والراجل طبعا المدير الفني مستر بروكيتش طبعا بيحط السيستم بتاع اللعب عشان الناس كلها تبقى حافظاه ونبتدي نشتغل عليه. فكان مهم جدا بالنسبه لنا الاسبوع ده، اسبوع تحضيري جاي جدا، ان احنا نقدر الولاد ياخدوا كورس مكثف من خلال فكر الراجل، من خلال فكر المدربين. زي ما سمعتك انت بتتكلم عن مجموعه المدربين اللي موجودين عندنا السنه دي، طبعا بشكر المجموعه اللي كانت شغاله قبل كده، قدوا مجهود كبير جدا، وكلنا بنضيف ورا بعض وكلنا بنشتغل ورا بعض. بشكر طبعا المجموعه اللي موجوده على المجهود الكبير اللي بيحصل. اليوم هنا بيبدا من الساعه 6:30 الصبح لغايه الساعه 8:30 بالليل، كل ده ما بقاش فيه يعني بيبقى فيه محاضرات وتمرين، فاليوم بيبدا يوم طويل جدا، والحمد لله ان احنا بنستفيد اقصى استفاده. بسلم على الكابتن اسامه بقول له بالتوفيق دايما، وعايزينكم معانا دايما في كل البرامج اللي احنا بنشتغل عليها، برامج تدريبيه. احنا في حاجات كتيره قوي اتعملت هنا وان شاء الله هنديها لكم، وبعد كده تقدروا بقى تزرعوها بعد كده يا كابتن اسامه بشكل واضح ان شاء الله باذن الله. يا كابتن احنا بنقول لك احنا موجودين معاكم في المعسكر ده وفي اي معسكرات مقبله، ودايما برنامج الاشبال وقناه النادي الاهلي معاكم في كل مكان. يعني خبرتك كبيره، حضرتك كنت لاعب كبير، يعني شايف الاستفاده او ايه اللي هيعود على اللاعبين بعد مثل هذه المعسكرات وهم في السن ده؟ والله احنا زي ما بقول لحضرتك كده ان احنا بنشتغل على خطوات كده معينه، شغل ازاي انت تثقف اللعيب قبل يعني اللعيب يبقى فاهم هو بيعمل ايه، مش الموضوع ان انا بياخد الخطه اشتغل عليها وخلاص، لا لازم يبقى فاهم، وهو فاهم التحركات وازاي يبقى فيه تركيب الجمل مع بعض وتركيب الفرق مع بعض. احنا بنشتغل شغل جماعي، يعني قطاع الناشئين السنه دي هو شغل جماعي من اول فرقه 2006 لغايه فرقه 99، كل الناس بتاخد نفس الشغل، كل الناس بتاخد نفس طريقه اللعب، كل الناس بتاخد كل المحاضرات، عشان السنه دي ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه، ونقدر ان احنا كمان يبقى عندنا اجيال ورا بعض كده بتلاحق بعض كده، لعيبه كويسين، لعيبه مميزين، عندنا مجموعه مميزين جدا من اللاعبين، وان شاء الله يعني بنطمن جمهور النادي الاهلي انه دايما بيبقى قلقان على ناشئين النادي الاهلي، ويبقى نفسه ان بيطلع ناشئين كويسين ويطلع ولاد كويسين النادي الاهلي. لا في ولاد كويسين جدا جدا جدا، وان شاء الله السنه دي تسمعوا عنهم حاجات كويسه. طبعا شادي كان موجود في الماتش اللي فات، وعربي كان موجود في الماتش اللي فات، دول اثنين لعيبه من فرقه 2001 منتخب الشباب، فالاجيال ورا بعض ان شاء الله تقدر ان هي تعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. شكرا كابتن خالد، بنشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا ليك، وبشكر اسامه تاني كابتن اسامه، وبتمنى له التوفيق، وبشكر طبعا كل الناس وكل الولاد على المعسكر وعلى الالتزام وعلى الانتظام، وان شاء الله الجاي احسن. كابتن أسامة، ده كان لقاءنا وتواصلنا مع حضرتك من هنا من معسكر فريق 2001 و2003 من معسكر الإعداد في الإسماعيلية. إن شاء الله يؤتي بثماره، وإن شاء الله النادي الأهلي دائما وأبدا رقم واحد. الكلمة دي كابتن أسامة. شكرا لزميلنا محمد توفيق طبعا على التغطية المميزة، يعني حسينا ان احنا موجودين مع اللعيبه دلوقتي في معسكر اسماعيليه، نقل كل احداث المعسكر ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، وما شاء الله يعني في اضافات مهمه جدا عندنا السنه دي في النادي الاهلي في الاجهزه الفنيه. كابتن ياسر رضوان قيمه فنيه كبيره ولاعب ليه تاريخ كبير، وايضا كابتن محمد شرف يعني مدرب كبير بيتولى قياده فريق 2003، فريق 2003 اللي لعب مباراه وديه يعني من ضمن الاستعدادات ان شاء الله للموسم الجديد مع فريق فايد في معسكر اسماعيليه. نروح نشوف مع بعض دلوقتي الاهداف ونرجع نستكمل برنامج الاشبال. اللي كان احرز اهداف النادي الاهلي في مباراه فايد الوديه كان اللاعب عمر عويس هدفين، وايضا اللاعب ميدو نبيل هدف. يعني تذكروا الاسماء دي ان شاء الله عشان خلال الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله اللعيبه تكون موجوده في الفريق الاول، وكمان الاسماء تبدا يعني تتعلق بجمهور النادي الاهلي او تتعلق مع اذهان جمهور النادي الاهلي. ايضا كاميرا الاشبال كانت موجوده وكان عندنا لقاءات مهمه ما بعد لقاء الاهلي وفايد. الحمد لله زي ما انت شايف اجواء المعسكر حاجه جميله، مكان اقامه جميله جدا وملاعب وادوات كويسه. الحمد لله البرنامج بتاعنا ماشي بشكل كويس. النهارده عملنا اول ماتش ودي في المعسكر، والحمد لله يعني بنشوف الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها بنحاول نطبقها في الماتشات الودي ده عشان نبدا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه بعد كده. فالحمد لله امور ماشيه بشكل كويس. طبعا انت دلوقتي لسه في البدايه، اي لعيب في بدايه الماتشات الودي دي ما بيظهرش بالمستوى الحقيقي، فطبعا لازم يبقى في دروب بدنيا او فكريا لسه عشان هم لسه في بدايه الشغل. لكن الحمد لله بنسبه كبيره هم بيعدوا بشكل كويس، خصوصا في الشوط الثاني نفذوا بنسبه 60% من الشغل اللي احنا عملناه. فالحمد لله امور ماشيه بشكل كويس، ونتمنى احسن من كده بكتير. يعني ان اولاد عندهم امكانيات، فعايزين بس نحاول نجمعهم يبقى بشكل فرقه محترمه، فرقه كبيره باذن الله. طبعا دي بتفرق معاهم، بتديهم الثقه في نفسهم، يحس ان هو فعلا لعيب كبير ونادي مهتم بيه. يعني كل حاجه دي وتقربهم لبعض هم كلاعيبه، عشان ده اول مره يتجمعوا مع بعض، يقعدوا فتره طويله كده يعيشوا مع بعض بعيد عن اهاليهم. غير كده انت عارف ايام التمرين هم بيجوا بس تمرين ساعتين ثلاثه مع بعض، بعد كده كل واحد يروح. لكن دلوقتي هم قاعدين 24 ساعه مع بعض، فبيقربوا من بعض، يفهموا بعض، يبقى في تواصل احسن واكتر من اول. وبالتالي برضو البرنامج الغذائي بيبقى افيد بكتير من ان هم عليه في البيت. هنا الحمد لله كمان في برنامج هم عاملينه مع كابتن حسين اللي هو معد بدني، في برنامج غذائي كويس جدا واحنا ماشيين عليه، فطار وغدا وعشاء كل حاجه منظمه. فالحمد لله دي هتساعدنا كالشغل كده نبني اللي احنا عايزينه في الشغل. فربنا يكرمنا يوفقنا بالموسم ده ان شاء الله نعمل حاجه كويسه بالفرقه دي. والله احنا يعني في معسكر على اعلى مستوى، والنادي موفر لنا كل حاجه، بدايه يعني احنا قاعدين في نفس الفندق، في ملاعب ما شاء الله على اعلى مستوى، وسواء التغذيه برضو الاكل كل الكلام ده النادي مهتم بيه. وكل الناس بصراحه من اول كابتن خالد بيبو كان معانا في اول ايام المعسكر، ومستر ميشيل برضو جاي معانا، وكابتن شرف، وبناخد محاضرات في اليوم وكل اليوم بتاعنا من اول الصبح لحد بالليل. يعني دايما النادي بيهتم ان هو يبقى دايما في سواء تمرينتين الصبح او تمرين او ماتش ودي، كل الناس بتاخد تقريبا نفس الجرعات، ومهتمين بالاكل ومهتمين بكل حاجه ليها علاقه بينا يعني. ده اكيد بيقرب اللعيبه من بعض، خصوصا بعد موضوع الدمج، احنا بقينا 2004 2003 مع بعض، فده اكيد يقرب اللعيبه اكتر، سواء اللعيبه اللي ما كانتش تعرف بعض كويس من الفرقتين. فموضوع ان احنا موجودين مع بعض في نفس المكان لمده اسبوع، بنتمرن مع بعض، بناكل مع بعض، اللعيبه بايته مع بعض على طول و24 ساعه مع بعض، ده اكيد هيقربنا من بعض. وان شاء الله يعني مع التمارين ومع المحاضرات ومع مجهود كابتن شرف وكل المدربين اللي معانا ان شاء الله نتطور ونعمل موسم كويس. المعسكر كل الكباتن الموجوده معانا، كابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش، يعني الناس كلها موجوده معانا في المعسكر، موفرين لنا كل حاجه، مش مخلينا محتاجين اي حاجه، الملاعب والفندق وكل حاجه موجوده، وكابتن شرف موجود معانا ومحاضرات وكل حاجه متوفره لينا الحمد لله. واحنا يعني معظم اللعيبه قريبين من بعض، فده الطبيعي بتاعنا ان احنا نبقى قريبين من بعض، كلنا فرقه واحده، ما يعني دايما كابتن شرف يتكلم معانا ان احنا هنبقى قريبين من بعض، كلنا قلبنا على قلب واحد. لازم اللعيبه كلها ايه يعني كباتن الفرقه تبقى قريبه، هي اللي بتلم اللعيبه وتجمع اللعيبه من بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى لوحده. فالمعسكر ده معمول عشان اللعيبه تقرب من بعض ونستفاد منه برضه في التمرين، نوصل لحاجه لاعلى حاجه فيه. والله احنا الحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس، لسه في البدايه برضه، النهارده اول ما ماتش ودي في المعسكر، الاداء برضه مش على اعلى مستوى، بس الحمد لله قدرنا ننفذ اللي الكابتن طلبه مننا، ولسه برضه اللي جاي احسن ان شاء الله. دي كانت التغطية مع فريق 2003 بقيادة الكابتن محمد شرف. برضو هناك موجود في معسكر الإسماعيلية، معسكر الناشئين استعداد الموسم الجديد، مستر بروكيش المدير الفني الأجنبي اللي قايم بمجهود كبير سواء مع المدربين أو اللاعبين، دايما في اجتماعات مستمرة مع اللاعبين لشرح خطط اللعب للموسم الجديد، لتطوير المدربين وأيضا كمان تطوير اللاعبين على المستوى الفني. كنا موجودين هناك برضو في معسكر الإسماعيلية، وتغطية خاصة مع فريق 2001 زي ما بيقولوا فريق الأمل بالنادي الأهلي، اللي احنا بنشوف منه لاعبين يعني ما شاء الله أعداد كبيرة موجودة مع الفريق بالنادي الأهلي. وزي ما شايفين دي بعض اللقطات مع فريق 2001، طبعا ده مدرب حراس المرمى كابتن تامر دسوقي، شايفين اهتمام بالنواحي البدنية استعداد للموسم. فترة الإعداد هي فترة مهمة للاعب الناشئ علشان ان شاء الله يقدر يشتغل على مدار موسم طويل، سواء هو بيلعب في منتخب مصر للشباب او منتخب اولمبي، يكون موجود ومتاسس بشكل جيد. هي دي الفتره اللي بتحمي اللاعب ايضا من الاصابات على مدار الموسم. فزي ما احنا شايفين مع حضراتكم استعداد كبير في كل النواحي، نواحي التغذيه، النواحي الفنيه، النواحي البدنيه، النواحي الخططيه. شفنا 2003، نروح ايضا نشوف لقاء مهم مع مستر بروكيش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين، وايضا مع كابتن معتز اينو المدرب العام لفريق 2001 وبعض لاعبي 2001. طبعا المعسكر الحمد لله احنا لسه جايين اول امبارح يوم السبت، و اللعيبه كلها مركزه واحنا ناويين من واحنا في النادي في القاهره اللي احنا طالعين مركزين. ده بدايه موسم، انت عارف فتره اعداد، عاملين 3 مباريات هنا في المعسكر، لعبنا واحد امبارح الحمد لله كسبنا 2-0 ومع فرقه كويسه واداء محترم، فالناس كلها مركزه وطالعين عارفين احنا هدفنا ايه من المعسكر، عشان ده اللي بيتبني عليه الموسم كله. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل المعسكر لحد يوم الجمعه ان شاء الله كده. تمام، عندنا ماتشين جايين بكره وواحد يوم الخميس، يعني ان شاء الله نقضيهم بشكل كويس ونعمل اداء ونتيجه كويسين. المعسكر ده انت عارف بيعمل يعني توليفه كويسه بين الولاد، بيتعودوا من صغرهم على الاحترافيه، اللي انا بسافر بعسكر بتمرن صبح بتمرن بعد الظهر، فبيبقى محطوط تحت السبوت على طول، تحت الملاحظه على طول مع المدرب او مع الجهاز يعني، فبيبقى عارف ان النظام ايه، بيتعلم ان انا عندي الصبح تمرين، بصحى بدري بفطر، بعد كده عندي غدا اذا كان في محاضره، بعد كده عندي بعد الظهر تمرين، في ايام في مباريات، فبياخد من صغره التعامل او المعامله اللي انت بتتعامل بيها فوق في الفريق الاول، فانت بتعوده من صغره بيقدر يتعامل ازاي، بيبقى واخد على الوضع. Tak samozřejmě jsem velmi rád, že klub vytvořil takové vynikající podmínky pro trénink hráčům. أنا طبعا مبسوط جدا من من النادي ووفر لنا مناخ جميل للتمرين واللعيبه. Zdaleka nejde jenom o to, jakým způsobem trénujeme, že můžeme dvakrát denně trénovat, ale samozřejmě dá se daleko líp pracovat s videorozborem, dá se daleko líp pracovat se správným mentálním nastavením, se správným stravováním a prostě se vším, co souvisí s fotbalem. عندنا طبعا مساحة أفضل نحن نشتغل فيها بغض النظر نحن ممكن نتمرن تمرينتين في اليوم لكن احنا عندنا مساحة وإمكانيات أفضل نحن نشتغل على تحليل الفيديوهات على الشغل على العقلية بتاعت اللعيبة وعلى نظام الأكل ونظام النوم وكل حاجة تخص اللعب. To, že máme nádherný kemp, to, že můžeme takhle trénovat, že jsme takhle dobrý klub je skvělý, ale teď všichni musíme stát při sobě a připravit se a fandit a obrovsky podporovat se navzájem pro semifinále Champions League. طبعا الإمكانيات والمعسكر وكل المناخ هنا جميل وبس احنا برضو لازم يعني نساعد بعض وندعم بعض واتمنى التوفيق للفريق الأول في البطولة الأفريقية. أنا بقالي سنة وشهر مصاب الحمد لله لسه بادئ أول تمرين النهاردة مع الفرقة الحمد لله إن شاء الله يكون بداية خير بإذن الله. والله أنا عايز أقول لك المعسكر يعني بصراحة أنا بشكر الكابتن خالد بيبو والقطاع كله يعني معادلنا في حتة كويسة جدا والمعسكر ماشي بشكل كويس جدا نظام أكل نظام في اللبس التزام مواعيد تمارين الحمد لله احنا بنتمرن 3 تمارين في اليوم وتمرينتين وماتشات ودية وبصراحة على أعلى مستوى يعني. احنا بدأنا معسكر من يوم السبت وصلنا للفندق كنا متمرنين تمرين في القاهرة وجينا على الغداء وكان تمرين مسائي في نفس اليوم وتاني يوم كان عندنا ماتش وكسبنا 2-0 الحمد لله. المعسكر هنا كل حاجة متاحة وكل حاجة انت عاوزها في الكرة موجودة من جيم نظام أكل الملاعب كويسة القوة كويسة الفندق تمام كل حاجة تمام يعني مفيش حاجة ناقصاك هنا في المعسكر. معسكر يوم السبت اللي فات ده اللي كان مجهز له احنا بادئين اكتر من 2.5 شهور فتره اعداد بنكون تكوين الفريق. الفريق احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا عملنا 2002 مع 2001 عشان كابتن ياسر يوصل للقام الفريق اللي هو طبعا قايمه 25 لاعب وده كان في حد ذاته كان يعني ثغر عندنا او يعني ايه اللي انت يبقى عندك 30 لعيب 60 لعيب في الفرقتين اللي انت تكون منهم 25 طبعا مهمه صعبه جدا. فالحمد لله المعسكر مفيد جدا جدا للفريق والولاد فعلا مستوى بيعلى اكتر واكتر وطبعا الحمد لله رب العالمين في 6 من عناصر الفريق 5 منتخب مصر و1 درجه اولى وتم تصعيد شادي رضوان والصعد برضو على حمزه علاء بقوا موجودين في الدرجه الاولى ومغربي والحمد لله شارك طبعا ان اخر ماتش الاهلي لعب كان قدام بيراميدز كان 2 من الفريق 2001 الحمد لله كان عربي بدر وشادي رضوان حاجه محترمه جدا وطبعا الفريق زي ما حضرتك شفت يعني الماتش اللي فات كنا الولاد بيعلوا من ماتش لماتش وهنوصل ان شاء الله يعني قبل ما يخلص المعسكر هنكون وصلنا لتشكيل الامثل اللي هو هيكون منه 25 لاعب اللي هم هيمثلوا النادي الاهلي خلال البطوله باذن الله. ده كان معسكر ناشئي الأهلي في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. نروح لفاصل وبعد الفاصل أستقبل المدير الفني لشباب النادي الأهلي الكابتن عمرو انور. على مدار سنوات وعقود ماضي وحاضر ومستقبل يظل قطاع الناشئين محور الاهتمام الأبرز والأهم لمسؤولي الأهلي. ارتبط القطاع بأسماء نجوم برزوا وخرجوا من هناك في ملاعب مقر مدينة نصر لتنطلق إلى استاد التتش ويتألقوا مع الفريق الأحمر. ويبقى المدرب الجواهرجي الذي يختار مواهبه ويعمل على تطويرها لتظهر ببريق الماس وتحصد البطولات والألقاب في قلعة الجزيرة. عمرو انور اسم لا تخطئه العيون والأذان، فهو مدرب لديه الأدوات والقدرات الكبيرة التي منحته اختيار وتطوير العديد من العناصر التي باتت جزءا من الهيكل الرئيسي للفريق الأول. بدأ عمرو انور مشواره مع الكرة لاعبا في صفوف الأهلي، لفت الأنظار بموهبته ومهاراته محققا العديد من البطولات والألقاب حتى أعلن اعتزاله واتجه لمجال التدريب. عمل في مدرسة الكرة وقطاع الناشئين، وتنقل بين عدة محطات ما بين المملكة العربية السعودية وليبيا ومصر، حتى عاد من جديد لتولي فريق الشباب بالنادي. نجح بشدة في العروبة واتحاد جدة السعودي ليقدم المدرب المصري في أبهى صوره. قيادته لفرق عديدة مثل الاتحاد الليبي ومصر المقصة ونجوم المستقبل منحته خبرات متنوعة في أجواء مختلفة ليصبح هو الرهان الحقيقي للأهلي وجماهيره في تصعيد أجيال ومواهب جديدة تكون ذخيرة للفريق الأول. عمرو انور يتحدث عن مستقبل الأهلي ونجوم بكرة في الأشبال. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي اللي منورني وشرفني النهارده كابتن عمرو انور، المدرب الكفء، المدرب المميز داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نساله اسئله كتير النهارده، وكمان هيطمن جمهور النادي الاهلي عن مستقبل النادي الاهلي في الناشئين. يعني شايفين ما شاء الله عمليه تصعيد كبيره، وهيقول لنا النهارده كمان يعني اسماء تانية غير اللي صعدت خلال الفتره اللي فاتت. بالمناسبه كابتن عمرو انور دي السنة الثالثة ليه على التوالي مع شباب النادي الأهلي، موسم 7 مع فريق 97 حقق البطولة، السنة اللي فاتت قبل إلغاء دوري الناشئين أيضا كان العلامة المميزة في فريق شباب الأهلي، وكان أيضا القريب أو الأقرب لبطولة الدوري، والسنة دي إن شاء الله هنسأله طبعا عن الاستعداد للموسم الجديد. منورنا ومشرفنا كابتن عمرو. أهلا بيك، ازيك يا أسامة؟ بحييك وبحيي كل العاملين في القناه، وبحييكم على التطور الكبير والرائع اللي في القناه. هو ده النادي الاهلي دايما في تطور مستمر في كل شيء. لا صراحه حاجه جميله وحاجه مبهره فعلا، يعني حتى من المدخل لحد هنا الواحد شايف حاجات جديده وحاجات جميله صراحه، فحاجه احييكم عليها صراحه. طيب زي ما احنا بنتكلم عن عمليه التطوير وبنقول في تطوير دايما في النادي الاهلي، دايما في الجديد، وزي ما حضرتك بتتكلم عن القناه ايضا في تطوير كبير داخل قطاع الناشئين السنه دي في النادي الاهلي. مظبوط، يعني احنا بدانا يعني اول ما النشاط رجع بعد التوقف اللي حصل الموسم الماضي بسبب احداث كورونا. من اول يوم يعني الملاعب فيها تطور، الادوات فيها تطور، الملابس فيها تطور. يمكن الحاجه الوحيده بس اللي هي بالنسبه لنا اللي هي يعني زي ما هي، ان هو انا موجود مع نفس الفريق اللي انا كنت موجود معاه السنه اللي فاتت، اللي هو فريق الشباب مواليد 99. انما غير كده صراحه فعلا يعني كل شيء جديد. ان شاء الله بنامل ان احنا باذن الله ان شاء الله نعمل موسم قوي السنه دي، ونقدر ان احنا نعمل حاجتين، يعني نقدر نفوز بكل البطولات اللي موجوده في القطاع، ونقدر ان شاء الله الحاجه الثانيه ان احنا نساهم ان احنا نطلع لعيبه للفريق الاول يكونوا ان شاء الله يعني حاجه يعتمد عليها الفريق الاول ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ان شاء الله. بيفرق مع المدير الفني يا كابتن عمرو لما بيلاقي الامكانيات متاحه ومتسهله بالنسبه له، زي ما حضرتك بتقول في تطور في الملاعب، في الادوات، كمان في مدير فني اجنبي، ده بيفرق مع المدير الفني اللي ماسك الفريق ومع اللاعبين. اكيد اكيد، يعني انت كل ما بتوفر للمدير الفني الادوات تمام كل ما بتساعده على النجاح. الادوات دي بقى هتلاقي ادوات بشريه، سواء جهاز معاون او جهاز اداري او جهاز طبي، لعيبه، ملاعب، يعني الادوات حتى بتاعت التدريب اللي موجوده مختلفه خالص عن السنين اللي فاتت. فلا كل ده طبعا بيساعدك في شغلك يعني بيدي لك مساحه ان انت تطلع كل الحاجات الكويسه اللي جواك يعني. كويس. مين الابرز الاسماء اللي بتعاون الكابتن عمرو انور فريق الشباب السنه دي؟ يعني انا معايا من الموسم اللي فات معايا احمد عبد الظاهر مدرب عام، ومعايا احمد يونس مدرب مساعد، والكابتن ايهاب خميس مدرب حراس مرمى، احمد عيد مدير اداري، دكتور احمد ابو عبله طبيب، والدكتور محمد حسن الاحمال مسؤول عن الاحمال، وكابتن محمد السيد للعلاج الطبيعي. هم نفس المجموعه اللي كانت موجوده معايا. في تفاهم كبير طبعا طبعا يعني. هم احنا دلوقتي يمكن دي ثالث موسم بنتعامل فيه مع بعض. تعاملنا موسم اللي هو اللي قبل اللي فات ده كان مع مواليد 97 والموسم اللي فات مواليد 99 والسنه دي برضه مش عايز اعدي برضه 97. كابتن عمرو انور اخذ الدوري مع 97. يعني انا شايف ان دي برضو من البطولات اللي هي كانت صعبه جدا، لان انا اما استلمت المهمه استلمت في يناير. وانا لما استلمت في يناير كان في حوالي 11 لعيب او 12 لعيب طلعوا اعارات من الفريق. فدي كانت بالنسبه لي كانت صعوبه، فيها صعوبه بالظبط. فاضطريت ان انا في الوقت ده ان انا برضو كنت بعتمد على لعيبه من ال 99 ومن ال 2000 وساعات من ال 2001 كمان. يعني بس الحمد لله اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، وقدرنا ان احنا نعمل يعني الدور الثاني قدرنا نعمل مباريات قويه جدا، ونعمل يمكن انت حتى لو تفتكر في مره لما بتكلمني عشان تذيع ماتش الزمالك وماتش بيراميدز لو تفتكر، قلت لك انا ما عنديش مشكله. انت بتقول لي ايه رايك؟ انا قلت لك انا ما عنديش مشكله، عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه، وفعلا اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه. يعني قدرنا نعمل مباراتين في منتهى القوه، وقدرنا نفوز بالمباراتين يعني مع فرقتين من اقوى الفرق اللي كانوا موجودين في البطوله، وقدرنا ان احنا نحسم البطوله لو تفتكر في الموسم ده قبل ما تخلص باربع ماتشات. فدي ما كانتش حاجه برضو حاجه سهله يعني. كان في بعض الاصوات او بعض الناس اللي كانت يعني بتقول على الغاء بطولات الناشئين السنه اللي فاتت. كابتن عمرو انور كان هو برضو الاقرب. احنا الموسم مش المفروض الموسم اللي احنا فيه دلوقتي هو ده الموسم ده كان هو الاقرب برضو لبطوله. مظبوط. احنا عملنا موسم اكثر من رائع صراحه. يعني يعني حتى معظم الفرق الكبيره عملنا معانا بعض اللقطات طبعا يعني من بعض المباريات يعني السنه اللي احنا عملنا نتائج ايجابيه مع الفرق الكبيره كلها. يعني كسبنا الزمالك رايح جاي، يعني كسبنا الزمالك في الزمالك 3 وكسبنا عندنا 2، كسبنا بيراميدز عندنا 2. دوري قوي جدا، كانه دوري ممتاز بالظبط. عملنا مباراه كبيره جدا مع الاسماعيلي في اسماعيليه تعادلنا 2-2 وانا شايف ان فرقه الاسماعيلي دي من اقوى الفرق اللي موجوده على مستوى مصر. يعني طبعا. حتى الموسم اللي قبل الماضي هم كانوا واخدين البطوله بفرق كبير جدا. لا عملنا مباراه قويه جدا السنه اللي فاتت. كنت بتمنى ان البطوله تكمل علشان يعني الشكل كويس، والبدايه اللي احنا عملناها والمجهود الكبير اللي احنا عملناه يتوج ببطوله. بس ما حصلش نصيب. بس يمكن انا الحاجه اللي معوضاني بقى شويه ان اللعيبه اللي اتصعدت للفريق الاول. يعني بسبب الموسم اللي احنا لعبناه ده يعني بسبب النتائج الكبيره اللي احنا عملناها اتصعد اكتر من لعيب مع الفريق الاول في الفتره اللي فاتت. فيمكن دي حاجه عوضتني شويه عن ان احنا ما حسمناش البطوله. وحضرتك بتتكلم عن واحد منهم ايوه محمد شكري. محمد شكري يعني واحد من ابناء الكابتن عمرو انور. دي حقيقه. يعني هو الولد ده السنه اللي فاتت وفخري وعادل. يعني يمكن انا مش عايز اتكلم على حد يعني مخصوص، بس يمكن انا شكري السنه اللي فاتت ساعدني وساعد الفرقه بشكل كبير جدا. ان احنا كان عندنا نواقص كتير في مراكز. فشكري السنه اللي فاتت تقريبا لعب في 5 مراكز واجاد في ال5 مراكز. يعني هو اساسا باك ليفت معايا السنه اللي فاتت، لعب باك ليفت ولعب ديفندر ولعب صانع لعب ولعب جناح يمين ولعب جناح شمال. ده بيدي للاعيب حريه لما بيطلع كده في الفريق الاول. ان المدرب شفنا محمد شكري بيلعب في الحته اللي قدام جناح قدام بالزبط. ده بيديله يعني افضليه ان هو لعب في المكان ده. النهارده المدرب في فريق الناشئين وفريق الشباب استعان بيه في الحته دي وحفظه وعلمه. دي بتفرق مع اللعب. اكيد اكيد. ما بيبقاش خايف، ما بيبقاش راهب الموقف، ما بيبقاش راهب المكان، بيبقى عارف واجبات المكان. بينزل يعني بيلعب زي ما يكون بيلعب في مكانه الاصل. فانا يعني انا بقول لك انا يعني انا الحاجه الوحيده اللي عوضتني عن البطوله بتاعت السنه اللي فاتت شكري تصعد، فخري تصعد، فارس الفتره اللي فاتت دي، عادل زينهم، طبعا بالاضافه طبعا لمصطفى شوبير، واساسا موجود مع الفريق الاول، وكان بينزل يلعب معانا بس المباريات الرسميه بتاعتنا. فلما يعني لما يبقى في 5 لعيبه موجودين من فرقتك مع الفريق الاول، حتى لو ما بيشاركوش فترات طويله او ما بيلعبوش بشكل اساسي، دي حاجه يعني حاجه تبسطني وحاجه تفيد النادي ان شاء الله في المستقبل باذن الله. بتبقى سعيده كابتن عمرو لما تشوف محمد شكري في الملعب وفخري ومصطفى شوبير في مباراه الترسانه، بتحس ان التعب اللي كابتن عمرو انور بيتعبوا مع اللعيبه في قطاع الناشئين بيتحقق على ارض الواقع. دي حقيقه. وبص مش موضوع التعب بس، موضوع ان انا لما قعدت مع الكابتن الخطيب ومع لجنه التخطيط ورشحت لهم الاسامي دي وشافوها، الحمد لله اثبتت ان وجهه نظري سليمه او رؤيتي مظبوطه. تمام. فدي حاجه تسعدني اكتر. ان انا زي ما انت بتقول دول ولادي، انا بقالي معاهم 2 سنين دلوقتي، في تعامل واضح وصريح ما بيني وما بينهم. حتى هم النهارده الولاد جم كلهم اتمرنوا معايا، يعني لما الفرقه سافرت ما فضلوش ان هم يريحوا او ان هم يتمرنوا في الجيم لوحديهم، لان انت عارف تقريبا الفريق الاول الفرقه كلها سافرت، ما فيش حد غير المصابين. شكري كله جه النهارده، محمد فخري، شكري وفخري وفارس وعادل كلهم جم النهارده. وشاركوا كمان في المباراه الوديه اللي كانت شكري امبارح شارك في المباراه. المباراه بتاعت يوم الخميس بقى ان شاء الله هيبقوا كلهم موجودين، لان احنا ابتدينا خلاص بقى يعني نخش في رتم المباريات الاول. يعني احنا بدانا بمباريات خفيفه شويه علشان برده ما احناش جاهزين بدنيا بنسبه 100%، لان احنا انت عارف فتره راحه 4 شهور كتيره جدا، احنا بقى لنا حوالي 1.5 شهر او 2 شهر شغالين. فابتدينا نعمل مباريات وديه تدريجيه من من يوم الخميس ان شاء الله هنبتدي بقى نعمل مباريات قويه ونقدر طبعا ان شاء الله باذن الله. عايز اقف عند واحد من اللعيبه اللي حضرتك بتقولهم، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير الفتره اللي فاتت اقاويل وكلام كتير عن مصطفى شوبير. لما زعنا المباريات واحنا بنذيع على شاشه قناه الاهلي والناس بدأت تشوف قدام موهبة حقيقية فعلا، لا ده مصطفى شوبير ما بيتجاملش، ده فعلا موهوب. النهارده لما كمان شارك في مباراة الترسانة ما شاء الله عنده الشخصية والثبات الانفعالي في النادي الأهلي، وفعلا خامة مبشرة. شاف مصطفى شوبير ازاي؟ شوف انا مصطفى شوبير كان معايا من وانا ماسك منتخب 2000. وقعدت بعيد عنه يمكن حوالي 2 أو 3 لحد ما رجعت انا تاني مع فريق 97. وكان هو الحارس الأساسي في المسابقة بتاعت 97. انا شفت حد مختلف، شفت شخص مختلف، حد اشتغل على نفسه كويس جدا. كل النواقص اللي انا كنت بتكلم معاه فيها عملها وطورها، ويعني بص انا وجوده معايا في الفريق او وجوده معايا في الماتشات بيديني انا كمدرب ثقه كبيره جدا. ويمكن انا الكلام ده قلته قبل كده وبقوله تاني، احنا دايما بنقول ان لعيب الكوره وخصوصا اللي بيلعب في الثلث الهجومي سواء مهاجم او صانع لعب، دايما بتقول ان بيبقى عنده بصمه، دايما بتشوف. انما انا لما يبقى عندي حارس مرمى كل ماتش عنده بصمه، دي حاجه مختلفه. مصطفى المباريات اللي لعبها معايا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كل مباراه عنده بصمه، عنده بصمه في المباراه، بصمه في المباراه. يعني انا فاكر مباراه الزمالك الاخيره بتاعه 99، احنا كسبانين، كنا كسبانين 1-0 تصدي، انت شوف غير مجرى المباراه بالظبط. احنا يعني بعد ما دخل فينا جون فاول ثابت كده اتعادلنا 1-1. التصدي اللي انت بتقول عليه ده، الكره دي لو دخلت فينا كانت المباراه هتمشي في سكه ثانيه خالص. طبعا كانت لقطه المباراه الكره دي بالظبط. التصدي ده دي يعني ده تاكيد على الكلام اللي انا بقوله لك، اللي هو ايه، حته ان ليه بصمه في المباراه. دي بصمه في المباراه، غيرت مجرى المباراه، ادت دافع وحافز للعيبه ان احنا هنكسب. وبعديها يمكن بحوالي 7 دقائق او 8 دقائق قدرنا نجيب الجون الثاني، وقدرنا ان احنا نفوز بالمباراه. فدي حاجه من الحاجات اللي تتحسب له. انا يمكن كنت بتمنى، ويمكن انا يعني حصل كذا لقاء وكذا حوار مع ميشيل مدرب الاجوان قبل كده، في قبل الكورونا. وانت عارف ان احنا يعني النادي الاهلي كان متصدر الدوري بشكل كبير جدا وفارق كبير جدا من بدايه الدوري. فانا حتى في مره من المرات وانا بتكلم معاه قلت له، يعني انا كل اللي بتمناه ان مصطفى ياخد فرصه، لان انا يعني انا شايف ان الامور لو مشيت كده الاهلي هيحسم الدوري قبل ما يخلص بحوالي ممكن 5 أسابيع أو 6 أسابيع. فقلت له في الحاله دي لازم ياخد فرصه يعني بشكل كبير، ولازم يبقى موجود ولازم يلعب، لان حته التمرين حاجه، وان انا اكون حارس طبعا في مباراه رسميه حاجه ثانيه. لان انت لو تلاحظ او تفتكر الموسم اللي فات كانت المباريات مضغوطه فما كانش فيه حتى في وقت ان الجهاز الفني يقدر يعمل مباريات وديه. مظبوط. فانت النهارده كلاعب او كحارس طول السنه بتتمرن بس ما بتلعبش حتى مباريات وديه، ما بتلعبش مباريات رسميه. عشان كده هو نفسه كان حريص جدا جدا ان يوم المباراه بتاعتنا الرسميه انه يكون موجود ويكون متواجد. فرقت حته المباريات لما كان بينزل بيلعب، وشوفنا دلوقتي محمد شكري بينزل ويلعب، حته ان المباريات تتذاع على قناه الاهلي فرقت طبعا مع اللعيبه طبعا. بص، اللعيب لما بيحس ان هو متشاف ومن قاعده كبيره ومن جمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي لا بتفرق معاه كتير جدا وبيطلع كل اللي عنده. احنا كلنا كنا كده زي دي نفس فكره لعيب الفريق الاول دلوقتي هو بيلعب من غير جمهور. انت النهارده لو في جمهور بيحضر في الملعب في المدرجات لا انت هتشوف شكل مختلف تاني وهتشوف اداء مختلف تاني من اللعيبه، وفي لعيبه يعني مستواها هيرتفع يعني بشكل غير طبيعي. فطبعا حته اذاعه المباريات دي تعويض عن عدم حضور الجمهور، فطبعا كل لعيب بيحاول انه يثبت وجوده، بيحاول انه يثبت نفسه، وبيحاول ان هو يظهر نفسه بشكل كويس علشان يبقى له فرصه مع الفريق الاول. واحنا ان شاء الله يعني بنوعدكم الموسم ده ان شاء الله بالامكانيات الكبيره دلوقتي والتطوير الكبير موجود في قناه الاهلي، هنكون موجودين معاكم داخل قطاع الناشئين على الهواء مباشره من خلال اذاعه المباريات كل اسبوع ان شاء الله مع كل فرق القطاع. وبضم صوتي لصوتك دايما، جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي. كابتن عمرو، عايز اسالك عن موسيماني ولكن بعد الفاصل. اوكي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عمرو، كنت بسالك عن موسيماني، بس قبل ما نروح بقى لمنطقه موسيماني والحديث عن موسيماني وتصعيد الناشئين ورايك الشخصي في موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي، امبارح كنتوا من ضمن الاستعداد للموسم الجديد تلعبوا مباراه مهمه برضو مع فريق الشرقيه. مظبوط. انا كنت لاعب الفريق الاول نادي الشرقيه. يعني انا في بدايه كلامي معاك قلت لك احنا تضرب. هنبدا بقى هنبدا نعمل مباريات قويه. عملنا مباراه جيده، يعني تقريبا برضو لعبنا الناس كلها، بس في ناس خدت فترات اطول في المباراه عشان برضو عايزين يعني نزود الحمل شويه بتاع المباراه. معانا الاهداف يا كابتن عمرو. يعني ده كامل الاشواط هتلاقونا دايما معاكم في كل الاحداث. فلا قدرنا ان احنا نجرب المجموعه كلها، عملنا مباراه يعني انا شايفها مباراه طيبه جدا. قدرنا نفوز تقريبا 4 امبارح. 4 لا الشكل كان كويس، في تطور في الاداء، في تطور حتى في الاداء البدني كويس، بيزيد من مباراه للثانيه. بنحاول ان احنا ندي فرص للناس كلها علشان نقدر برضو نحط ايدينا على التشكيل الاساسي للفريق اللي احنا ان شاء الله نقدر نبدا بيه الموسم باذن الله. عايز اسالك عن احمد عبد القادر، يعني اخر مش هقول صفقات النادي الاهلي، هو ابن من ابناء النادي الاهلي بالظبط، خد تجربه احتراف ورجع تاني لبيته. عايز اسالك عنه، اخباره ايه، حالته ايه؟ لا حالته كويسه جدا وحالته جيده جدا، ويمكن انا الاسبوع اللي فات كنت في النادي الاهلي الجزيره وكان في اجتماع مع كابتن سيد، وحتى يعني من الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ان انا قلت له ان الولد ماشي بشكل كويس جدا ومحتاج انه هو اللي هيجيب الجون اللي هو الثالث ده دلوقتي. قلت له لا، هو الولد ده لازم يكون موجود. احمد عبد القادر ده لعيب كويس ولعيب عنده موهوب، لعيب تقيل يعني بلغه الكوره، لعيب تقيل. فانا حتى قلت للكابتن سيد، قلت له يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد ما تخلصوا من المباريات بتاعه الدور قبل النهائي بتاعه افريقيا يعني يا ريت يكون موجود مع الفريق يتمرن ويتشاف، لان برضو حته ان في جهاز فني جديد وعنده يعني عنده تطلع ان هو يستعين بلعيبه شباب وان هو يستعين بلعيبه من القطاع. انا شايف ان دي تبقى فرصه كويسه، حته انه يتمرن ويتشاف في الملعب في وسط اللعيبه الكبار. لا انا شايف ان دي هتبقى فايده ليه، للولد وللمدرب ان شاء الله. ومهم ايضا يعني عمليه التنسيق اللي بتتم دايما طبعا ما بين الكابتن عمرو انور وما بين ايضا المسؤولين في الفريق الاول. كانت كاميرا الاشبال موجوده ايضا في لقاء الشرقيه، وبعد اللقاء كان لينا لقاءات مهمه مع مدربي فريق 99. طبعا احنا بقالنا حوالي شهر ونص بادئين فتره الاعداد، عملنا كذا مباراه تجريبيه، كان مستواها طبعا اقل من كده. دي يمكن اول تجربه قويه، بنلعب فرقه درجه اولى الشرقيه زقازيق. الحمد لله ظهرنا يعني الفرقه كلها بمستوى كويس بدنيا وفنيا وخططيا. حققنا نتيجه كويسه 4-0. الولاد في حاله ممتازه طبعا، منتظرين طبعا بدايه الدوري ان شاء الله نقدم مستوى كويس السنه دي يعني. طبعا يعني احنا الحمد لله عندنا كذا موهبه موجوده في الفريق، محتاجه بس فرصه ان هي تنضم وتشارك، وان شاء الله يظهروا بمظهر كويس. في شادي، في عربي، في فخري، شكري، كل دول موجودين دلوقتي مع الفريق الاول وماشيين بصوره كويسه جدا، وان شاء الله يعني يبقى ليهم دور بعد كده في الفتره اللي جايه ويظهروا بمظهر كويس ان شاء الله. اكيد طبعا كابتن عمرو يعني ما بيبخلش على الولاد باي نصيحه سواء فنيه او حتى في الحياه العامه يعني، فعلى تواصل دايما مع الدرجه الاولى، بيقدم لهم التقارير عن اللعيبه ومين كويس في كل مركز يعني. الحمد لله يعني في تواصل كويس بيننا وبينهم يعني. طبعا يعني كل الناس بتشيد بكابتن عمرو باخلاقه، بالتزامه، بفكره. الحقيقه يعني ما شاء الله فكر كلنا بنستفيد منه، سواء جهاز معاه او لاعبين. قطاع مليء بالحراس الكويسين، والتجديد دلوقتي والتطوير في قطاع الناشئين، والرؤيه المستقبليه ان احنا عايزين نطلع لعيبه ناشئين فوق في الدرجه الاولى. بدانا بمصطفى شوبير ولعب مباراه الترسانه في الكاس، مباراه هايله جدا ومبشره، وعندنا حمزه علاء دلوقتي ومع احمد طارق سليمان، وعندنا رمضان ابو حطب ومحمد طارق، وفي مجموعه كويسه ان شاء الله في المستقبل هتبقى حاجه كويسه للنادي الاهلي. احنا بدانا من تقريبا من 1/9 ابتدأنا إعداد عام، وبعد كده من الإعداد عام تحولنا لإعداد خاص، ويعني الحراس بسم الله ما شاء الله دلوقتي ماشيين بشكل كويس جدا، وإن شاء الله إن شاء الله يبقى نتاج طيب للدرجة الأولى في المستقبل إن شاء الله. بصراحة كابتن عمرو انور ده يعني أخ كبير ومعلم ومحتوينا كجهاز كلنا، وكابتن عمرو بصراحة من الناس اللي أنا يعني فنياته عاليه جدا جدا، بيحب لعيبه الكوره وبيعامل اللعيبه بحب واخوهم الكبير، وبيعلمهم بره حتى بره الملعب، تلاقي في حوارات وفي تليفونات، وممكن لو في مشاكل عند اللعيب مشاكل اسريه بيتدخل. فانا كابتن عمرو بجد انا عايز اشكره جدا. معاك جهاز فني محترم على اعلى مستوى. الحمد لله. ظاهر وكابتن ايهاب خميس في حراسه المرمى، واحمد يونس. عايز اكلمك كابتن عمرو عن عمليه الدمج اللي تمت في قطاع الناشئين. هل هي في مصلحه فريق الشباب؟ ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها من عمليه الدمج، دمج دلوقتي النهارده فريق 99 مع 2000 كان بيلعب بطوله منطقه، تمام. فريق 99 بيلعب بطوله جمهوريه، بطوله قويه. فالنهارده النادي الاهلي دمج الفريقين. ابرز الايجابيات وابرز الصعوبات اللي ممكن تواجهها هي يعني الايجابيات ان انت هتاخد افضل اللعيبه من الفرقتين، هيبقوا فرقه واحده، فيبقى عندك فرقه قويه. الصعوبات اللي هتواجهك القايمه، ان انت النهارده مطالب من حوالي ممكن 50 لعيب، 55 لعيب كمان. انت عايز 23 لعيب. مش هقول لك 25، احنا القايمه بتاعتنا 25. مش هقدر اقفل القايمه لأن أنت عارف إحنا الفريق اللي تحت الفريق الأول على طول، تمام. فوارد جدا النادي أو لجنة التخطيط ممكن تتعاقد مع لعيب للفريق الأول ممكن يكون مواليد 99 أو مواليد 2000، فلازم يكون له مكان في القيد تحت. فدي المشكلة اللي هتواجهني، إن أنت في لعيبة كويسة في النادي هتمشي السنه دي لان ملهاش مكان في القايمه. مش يعني النهارده كان عدد القوائم لفريق الشباب النادي الاهلي، كنت بتنادي اللجنه الخماسيه بدل ما تبقى 25 كانت لازم تمدها تبقى 30 على الاقل 30 زي الفريق الاول. ما هو ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره ان الفريق الاول 30 والفرقه اللي تحتيه تبقى 25. ايه الفكره يعني؟ وخصوصا ان حتى الاتحاد نفسه مش عامل مسابقات للاعمار اللي هي الزوجيه. يعني الطبيعي ان كل الفرق ضم الفرق الزوجي على الفرق الفردي. فالطبيعي ان انت تزود القوائم طبعا علشان تقدر ان انت يعني تعتمد على اكبر عدد من اللعيبه المميزين اللي عندك، ما تفرطش فيهم بسهوله. لا، الحاجه الثانيه خلال الفتره اللي جايه فريق الشباب في كل الانديه هيتم تدعيم الفريق الاول في كل نادي بعدد كبير. فالنهارده هيكون موجود، انت هتلعب بمين انت كمدير فني للشباب يعني ممكن يبقى ما عندكش قائمه فريق كامله ممكن تلعب أيوة بيها، ممكن تلاقي نقص في الحته دي. يعني احنا النهارده مثلا لو استقرينا على 23 لعيب ال 23 لعيب دول اوريدي انت عندك منهم دلوقتي فوق في خمسه وفي 2 معارين، يعني اللي هو عبد المنعم وعمار حمدي يعني النهارده بتتكلم 17 لاعب بالظبط كده. ال 17 لعيب دول خلي بالك فيهم 4 حراس. ليه 4 حراس؟ لان انا عندي مصطفى شوبير متأيد مع الفريق الاول الافريقي، فكده كده مش هيبقى معاك، فانا لازم يبقى عندي 3 حراس، لان انا ممكن وارد جدا حارس يتصاب، حارس يتوقف، يعيا، ما ينفعش ان انت تروح المباراه بحارس واحد، فغصب عنك هتحط 4 حراس. فدي هي دي يعني هي دي المشكله الاساسيه اللي هتواجهني السنه دي، ان العدد عندك هيبقى قليل جدا، وهيبقى صعب. سوري من غير قطع كده، وهيبقى صعب ان انا اخد من ال 2001 خلاص. بيلعب مسابقه اهو، لانه بيلعب برضه مسابقه جمهوريه. لا وفي حاجه ثانيه، في ان هم عندهم افريقيا المؤهله لكاس العالم المنتخب، فهتلاقي معظم اللعيبه بتاعه ال 2001 طول الموسم مش هتلاقيها موجوده اصلا، هتلاقيها في المنتخب. شايف الكابتن عمرو، شايف يعني كل سنه بنطلع بقرارات. النهارده علشان يبقى عندك رؤيه مستقبليه لكره القدم المصريه لازم بخطط. النهارده بقول للانديه النهارده احنا في 2020 2025 انا هعمل ايه؟ النهارده انت كل سنه بتقول قرارات، كل سنه قوائم، كل سنه تأييد، كل سنه في مواليد كذا ومفيش مواليد كذا. شايف دي بتأثر ازاي؟ خاصه ان احنا محتاجين يبقى في يعني رسم للمستقبل اكتر من كده. هي بتأثر عليك انت، بتأثر على الأندية وبتأثر على المدربين. ان انت النهارده كمدرب بتضطر تستنى لاخر لحظه عشان تعرف ايه القرار. اخر لحظه دي المشكله. انما لو انت عندك بلان معمول لسنتين 3 4 ايا كان، خلاص هتبقى انت عارف السنه الجايه هتعمل ايه، والسنه اللي بعدها هتعمل ايه، وهتعتمد على مين، تقدر انت حتى تاخد قرار. يعني انت ممكن في سنه من السنين ممكن ان انت ما تلغيش فرقه من الفرق. مظبوط. عشان القيد، مش عشان مش عشان انت محتاج الفرقه، او عشان انت عايز تلعب في المسابقه اللي هي الاضعف اللي هي مسابقه المنطقه. مش هتبقى فارقه معاك انك تلعب في مسابقه ضعيفه قد ما هيبقى فارق معاك بالظبط ان انت عندك لعيبه مميزه عايز تأيدها تحت السن عشان تفيد الفريق الاول، عشان برضو انت الفريق الاول محتاج ان هو اللعيبه اللي بيجيبها او اللعيبه اللي بيطلعها اعراض، او اللعيبه اللي هي مش هتكمل في النادي. الفريق الاول بالظبط. يعني انت الفريق الاول عندك بتلعب في دوري وبتلعب في كاس وبتلعب في بطوله افريقيا، فمحتاج اكبر عدد من اللعيبه. احنا شايفين دلوقتي يا كابتن ده عدد اللي بيسمح للانديه بالقيد بيهم، مواليد 99، الشباب 25 لاعب، فريق 2000 25 لاعب، فريق 2001 25 لاعب، 2002 25، 2003 30 لاعب، وحتى تحت في البراعم بعد ما كان عندك عدد كبير في 2011 2010 كانت مفتوحه القاعده اللي مفروض زي الهرم تبقى قاعده كبيره وتطلع بتقل برضو كمان. يعني انا بقول لك هي من كانت مفتوحه بقت 40 لعيب زي ما انت شايف. احنا ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنناقش القضيه دي معانا النهارده. هي حاجه مهمه لان احنا برضو يعني خلي بالك برضو في جزء كبير جدا من المسابقه دي اتعملت السنه دي عشان المنتخب الاولمبي. مظبوط. فانت النهارده لما تجبر الانديه ان هي تلعب في المباريات بتاعه الدوري بتاعك 3 لعيبه من مواليد 97، فهل كل الانديه عندها لعيبه 97 هتستفاد بيها؟ لا، مش كل يعني في نقط، في حاجات انت لازم تعوض بيها الانديه. دي نقطه مهمه، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هيكون معايا رؤساء قطاعات الناشئين في مصر عشان نناقش القضيه المهمه دي. عايز اسالك بقى عن موسيماني ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عمرو، موسيماني وتعاقد النادي الاهلي معاه خطوه مهمه، شايف يعني اداء موسيماني خلال الفتره القصيره اللي تولى فيها قياده النادي الاهلي ازاي؟ لا انا شايف ان هي خطوه جريئه يعني وجديده. طبعا يعني ما اتعملتش قبل كده، وما حدش فكر فيها قبل كده، وما حدش يعني ما حدش خطط لحاجه فجاب لها حد مناسب. يعني النهارده انت لما خدت قرار انك هتغير مدير فني، لو جبت حد اجنبي دلوقتي يعني انا وجهه نظري كانت هتبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. هياخد وقت لما يتاقلم بالزبط. ويعرف اللاعب والاجواء، ويتاقلم حتى على اللعب في افريقيا وعلى اللعب في الدوري المصري. يعني بغض النظر ان انت حسمت البطوله او ان انت كسبت او ان انت مش محتاج حاجه من ماتشات الدوري، انما انت بتتجهز لحاجه اهم واكبر. الحاجه الاهم والاكبر دي، في فرق ان انت يبقى عندك فيها خبرات، وفي فرق ان انت عندك فيها خلفيات واشتغلت فيها وعارفها وحافظها، وفي فرق ان انت تخش فيها. يعني حضرتك شايف ان موسيماني هو الاختيار الانسب في الفتره دي وللمرحله دي؟ انا شايفها فكره، يعني فكره جريئه جدا، وفي نفس الوقت يعني تحسب للاداره، يعني تحسب لكابتن الخطيب واللجنه التخطيط ان هم فكروا في الفكره دي، لان دي فكره، خلي بالك هي دي فكره ما تخطرش على حد الصندوق. طبعا دي حقيقه، يعني احنا كلنا اتفاجئنا، يعني يعني انا ما اقدرش اقول لك ان دي كانت حاجه متوقعه، او ان انا مثلا كان الموضوع بالنسبه لي عادي، او لا، هو ما كانش كده، هو كان مفاجاه. بس لما تيجي تحسبها، لا، تشوف بقى الناس دي فعلا بتفكر، الناس دي فعلا بتخطط، الناس دي شايفه ايه الهدف اللي هي رايحه له، وجايبه انسب واحد للمرحله دي. شايف اداؤه ازاي في المباريات القصيره؟ طبعا موسيماني جاي في فتره قصيره، لكن هو معلوماته كبيره عن النادي الاهلي، وواجه النادي الاهلي مرات قبل كده، يعني لعب قدام المقاولين، قدام امام انبي، امام كمان بيراميدز، وشايف خطوته وجراءته، وهو ناقص واحد بيلاعب عربي بدر ويلاعب شادي رضوان، وليه تصريح بيقول اللعيبه دي لازم تسبح مع القروش، يعني وهي في السن الصغير لازم تلعب مع الكبار عشان تكتسب الخبرات دي. انا شايف ان دي يعني دي من اهم الايجابيات اللي هو جاي بيها. هو عنده فكر، وفكره مختلف. يعني هو برضو بيميل للعب الكرة على الارض، بيميل للاستحواذ، بيميل للضغط العالي. كل دي حاجات يعني انا وجهة نظري دي حاجات ما تعملهاش غير فرق كبيرة. تمام. فهو جاي عارف هو جاي فين، وعارف طموحات النادي ايه، وعارف جمهور الاهلي عايز ايه، وعارف اداره النادي عايزه ايه. انا شايف انه يعني اختيار مناسب، بتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه، لان هو برده جاي في وقت صعب جدا، وقت ضيق جدا. عارف لو في وقت، يعني لو مثلا في حوالي 3 اسابيع او شهر، وكان هيخش على المباراه بتاعت قبل النهائي بتاعت افريقيا، انا شايف ان ده كان الوقت ده هيساعده بشكل كبير جدا. انا شايف ان هو برده يعني حظه كويس جدا انه معاه حد زي سامي قمصان، وزي سيد عبد الحفيظ، بيساعدوه كويس جدا. لا، انا بتكلم في الحته الفنيه شويه. انا شايف ان هم هيساعدوه بشكل كبير جدا. الفتره اللي فاتت دي انا شايف ان هم كان دورهم كبير جدا معاه، وحاجه تحسب له ان هو واثق فيهم ومتعاون معاهم وبيسمع كلامهم. يعني دي حاجه من الحاجات تدي لك مؤشر ان هو نفسه عنده ثقه في نفسه. شفناها المباراه اللي فاتت بينه وبين كابتن سامي ومصطفى، وفي تعاون وفي كلام لا، تحس ان هم يعني كان في حاجه متفقين عليها وحصلت. تمام. فممكن يكون بيقول له، او اللي اتقالت عمل، او اللي انت قلت، يعني انا طبعا ما اعرفش التفاصيل بالظبط، بس هي بتبان يعني هي اللقطه بتبين حاجات معينه. تمام. فحته ان هو عنده ثقه في نفسه، فبيسمع للناس اللي موجودين معاه. انا شايف ان ده مش ضعف، انا شايف ان ده ثقه، وثقه كبيره جدا في نفسه. لان انا لو ضعيف، لو انا قليل، هقلق منك، هقلق من المساعد اللي موجود معايا. مش هاخد منه افكار، ممكن اعند معاه في افكار مهمه وتساعدني وتساعد الفريق، علشان ما يتقالش عليا ان انا بسمع كلام المساعد اللي معايا. أيوة. فانا شايف ان دي حاجه مهمه جدا في شخصيته. انا شايفه هادي جدا في التعامل مع المباريات، وده بان جدا في مباراه بيراميدز بعد الطرد، وكون ان هو يغير طريقه اللعب ويطلع لعيب هو لسه منزله ما كملش شوط ويطلعه عشان يغير طريقه اللعب، عشان هو عنده متغيرات حصلت في المباراه. لا، انا شايف ان دي حاجه تتحسب له. مع الوقت اعتقد ان شكل الفريق هيختلف، الاداء هيختلف. المرجو بس الفتره اللي جايه ان يعني يبقى في تعاون وتكاتف من الجميع، ان احنا نعدي المرحله اللي هي بتاعه الدور قبل النهائي بتاعه افريقيا. ما عايز اسالك بقى عن مباراه الوداد، مباراه المهمه، مباراه كبيره. فريق الوداد بلغه الكره بيقولوا فريق مجروح، لسه خسران الدوري يعني في الثواني الاخيره. تمام. فريق الوداد فالنهارده بيقابل النادي الاهلي برضو بحماس كبير، وعايز يعوض الموسم اللي فات، بيوصل للدور النهائي، وشفنا الاحداث كلها اللي حصل. فالنهارده برضو رسالتك لعيب النادي الاهلي، وشاف مباراه الوداد ازاي؟ لا، هي مباراه صعبه باي حال من الاحوال، وباي شكل من الاشكال مباراه صعبه. وخصوصا في حاله النواقص اللي موجوده عندنا دلوقتي في الفريق. يعني انت برضو بتلعب بخط ظهر ما هواش اساسي، ما هواش مكتمل. وحتى لو عندك اساسي مش هيبقى فيه بدله، فدي برضو بالنسبه لنا مشكله. انما اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي التركيز والهدوء في المباراه، وخصوصا في المباراه الاولى اللي هي خارج الارض اللي هي هتبقى في المغرب. انا شايف ان التركيز والهدوء هيجي معاك بطريقه يعني هيجيب معاك نتيجه ايجابيه جدا، خصوصا ان انا برضو انا متاكد بنسبه 100% ان فرقه الوداد عامله لك 1000 حساب طبعا، وعارفه هي بتلعب مين، وعارفه النادي الاهلي مين، وعارفه النادي الاهلي بقى له فتره بعيد عن بطوله افريقيا، وان هو متعطش جدا لبطوله افريقيا. كسبان دوري بفرق كبير جدا، بيلعب باريحيه. المشكله اللي عندنا هي النواقص اللي موجوده في خط الظهر، الاصابات اللي موجوده بالظبط. اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله قادره انها تعوض. لعيبه النادي الاهلي ومعدن النادي الاهلي بيبان في المواقف اللي زي دي، وبيبان في المباريات المهمه اللي زي دي. فانا بس كل اللي انا بطلبه من اللعيبه ومن الجهاز الفني الهدوء والتركيز، لان الاثنين دول العنصرين دول في المباريات المهمه. المباريات دي يا اسامه يعني بتخلص بتفاصيل صغيره، فطول ما انت مركز وطول ما انت هادي هتعرف تاخد قرارات سليمه، وهتعرف تتمركز صح، وهتعرف تطلع بافضل نتيجه ان شاء الله، بحيث ان انت هتيجي هنا في مباراه القاهره باذن الله يكون الصعود من هنا باذن الله ان شاء الله. قبل الصعود من هنا كابتن عمرو انور، اتفق معايا ان مفتاح الصعود هي المباراه الاولى هناك؟ اكيد اكيد، هي النتيجه بالاداء بالشخصيه، هو ده اللي هينعكس على المباراه الثانيه. انا عشان كده بقول لك التركيز والهدوء، التركيز والهدوء هيعمل لك نتيجه ايجابيه ايا كانت النتيجه دي ايه. مكسب، تعادل سلبي، تعادل ايجابي، كل ده في مصلحتك. انما شكلك في الملعب، سيطرتك على مجريات الامور في الملعب، هو ده اللي هيحسس الفريق اللي قدامك انت متفوق عليه ولا مش متفوق عليه. لو حصل ان انت تفوقت على الخصم في ملعبه، الخصم هيجي يعمل لك 1000 حساب هنا في ملعبك. انا لما اتفوق عليك في ملعبك وفي وسط ارضك وفي وسط الاجواء بتاعتك اللي انت حافظها وعارفها كويس، يبقى الطبيعي ان انا هتفوق عليك هنا في الاجواء بتاعتي انا وفي ملعبي اللي انا حافظه والكلام ده كله، مع احراز نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى. فان شاء الله باذن الله المباراه الاولى هتبقى هي دي ان شاء الله باذن الله يعني مفتاح التاهل للمباراه النهائيه باذن الله. حضور الجمهور في المباراه دي اتمنى فريق الوداد. طيب احنا معانا دلوقتي لقطات حصريه دلوقتي في برنامج الاشبال على شاشه قناه النادي الاهلي، ولحظه وصول بعثه النادي الاهلي بنقول لهم الحمد لله على الف سلامه الى المغرب، كل التوفيق، كل الدعوات، كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله، يعني ترجعوا في الشوط الاول في المغرب ان شاء الله منصورين. شايفين كل البعثه، ميشيل يانكوني، كل لاعبي النادي الاهلي، صالح جمعه، محمود كهربا اللي سافر ايضا مع بعثه النادي الاهلي، كابتن سامي قمصان. ده لحظات حصريه معانا دلوقتي من لحظه وصول، بنشكر طبعا اير كايرو وبنك سايب على الدعم والمسانده للنادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم دي اللحظات الاولى من وصول بعثه النادي الاهلي، وزي ما احنا شايفين في اجراءات احترازيه كبيره يعني تتبعها بعثه النادي الاهلي من بدايه من التحرك من مطار القاهره وايضا في مطار المغرب. شايفين اجراءات كبيره من لاعبي النادي الاهلي واهتمام بيها، علشان ان شاء الله محتاجين كل اللعيبه، مش عايزين نفقد اي لعيب بسبب اي اهمال، اي تقصير، اي حاجه. فشايفين تعليق كابتن عمرو انور على يعني وصول البعثه والاجراءات بنقول لهم الحمد لله على السلامه طبعا. نتمنى ان شاء الله يعني مباراه تبقى ان شاء الله تليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله هو الاهم من ده كله الهدف. احنا كلنا بنسعى لهدف واحد، ان احنا ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه، ونقدر ان احنا ان شاء الله نفوز ببطوله افريقيا السنه دي. الفرصه انا شايف انها فرصه كبيره جدا، في اهتمام وفي تركيز، يعني مجهود سنه كبير اتعمل، يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكلله بالنجاح، وباذن الله ان شاء الله ان التسعه تبقى موجوده معانا السنه دي ان شاء الله. وانا بتفق معاك يا كابتن عمرو، دايما المباريات الكبيره دي التفاصيل الصغيره أكيد هي المهمه، تفاصيل اللعيب لازم يعيشها والتركيز خلال ال 90 دقيقه. النهارده عدم حضور جمهور الوداد، من الغالب طبعا ما فيش المباراه بدون جماهير، ده برضو بيمثل نقطة إيجابية للنادي الأهلي، ولا تزال برضو مباراة الوداد مباراة صعبة. هي مباراة صعبة، بس ما تلعبها بدون جمهور أفضل ما تلعبها بجمهور. ونفس الشيء ما هيبقى هنا. يعني برضو الوداد لما هيجي يلعب في القاهرة هنا، اما يلعب النادي الأهلي بجمهور غير لما هيلعبه بدون جمهور. طبعا. فهي هتلاقي الظروف متشابهة، السلبيات والإيجابيات هتلاقيها على الفرقتين. فإن شاء الله الفريق الأكثر هدوء والأكثر تركيز هو اللي هيقدر ان شاء الله باذن الله يحسب المباراتين يعني او مجموع المباراتين. موسيماني ممكن يقابل الوداد ازاي؟ خاصه ان احنا بنقول ان ده برضو معانا يعني لحظه الوصول لسه ما زالت اللقطات معانا وشايفين دلوقتي يعني وصول الطياره ودلوقتي اللعيبه بتستقل الاتوبيس اللي بينقلهم للسبال. طبعا شايفين الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه وطبعا شايفين كل الساده المسؤولين في السفاره المصريه في المغرب واستقبال كبير وكافه التسهيلات كلها. شايفين الجهاز الطبي وايضا ده الشيف محمد الدالي. الشيف محمد الدالي ده يعني الشيف بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل حسابه في كل الاجراءات هناك، مش سايب اي حاجه للظروف، اجراءات احترازيه كبيره، كمان عمليه الاكل والتغذيه هناك واخد الشيف الخاص بالنادي الاهلي علشان عمليه التغذيه وعمليه الاكل عمال النادي الاهلي. يعني دي لقطات حصريه. دايما النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف، دايما كل حاجه او للصدفه، دايما كل حاجه مدروسه، كل حاجه متسهله. الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قام بدور كبير وكابتن سمير عدلي وكل البعثه الاداريه للنادي الاهلي اللي بيشتغلوا خلال الايام اللي فاتت. الشغل مش النهارده بس، لا ده من خلال ايام سابقه في شغل كبير وفي تواصل كبير مع السفاره المصريه في المغرب اللي بنشكرهم كل الشكر. طبعا وسافرنا في المغرب اللي يعني بيذللوا كل الصعوبات وكل الامور للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله يعني يرجعوا. سافرنا أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب اللي بنشكره هنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي إنه يعني بيسهل كل الإجراءات للبعثة في المغرب. دايما المغرب ومصر أشقاء. شفنا النهارده دور النادي الأهلي لما يعني اتعرض عليه تأجيل هذه المباراة قال لك الصحة العامة للمواطنين هي الأولى، فيظل العلاقة ما بين الأهلي أو ما بين مصر وما بين المغرب، ما بين الأهلي وما بين الأندية المغربية، هي دي علاقة الحب وعلاقة الود. ده دايما اللي احنا بنجنيه دايما من الرياضة، وده هنشوفه وزي ما احنا شايفينه كمان في استقبال يعني الإخوة في المغرب لبعثة النادي الأهلي. وزي ما بقول وأكرر للمرة الثانية والثالثة، يا رب إن شاء الله ترجعوا منصورين. كل دعوات الأهلوية ليكم إن شاء الله بالنصر وبالتوفيق ودايما يعني تحققوا كل ما يريده جماهير النادي الاهلي. لا تمام، يعني انت يعني لخصت كل حاجه صراحه، ومهم جدا فعلا العلاقات الطيبه ما بين البلدين وما بين الفريقين. ودايما حتى انت لما يعني لما حد انت بتحاول ان انت تقول عليه كلمه كويسه بتقول ده روحه رياضيه. فالطبيعي ان انت الرياضه دي يعني بتخلق يعني بره التنافس. طبيعي انها بتخلق ود وبتخلق احترام وبتخلق علاقات طيبه. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، النادي لما وافق على تاجيل المباراه دي كانت خطوه مهمه جدا. بالظبط. يعني ما ده اكبر دليل برضو. خلي بالك دايما الكبير بيبقى كبير في كل حاجه. مش حاجه انا النهارده عشان عايز اكسب مباراه استغل الظروف بتاعه الخصم بتاع الخصم اللي قدامي ان هو عنده نواقص او ان هو عنده مشكله او عنده ازمه او حتى انت لو فزت وانتصرت مش هتحس بطعم وحلاوه الفوز. احنا شفنا الكابتن محمود الخطيب وهو طبعا بيترأس بعثه النادي الاهلي، كان موجود مع النادي الاهلي في مباراه الهلال السوداني وكانت مباراه مهمه ومصريه، وكان ايضا موجود مع مباراه الاهلي في صن داونز المباراه الثانيه وكانت مباراه برضو حاسمه. شاف وجود الفتره دي كبير زي الكابتن محمود الخطيب ازاي؟ طبعا بص ده بيدي دعم معنوي للفريق وللعيبه غير طبيعي. وعلى مدار الفتره اللي فاتت دي يمكن كابتن محمود هو اكتر رئيس نادي كان متواجد مع البعثات الخارجيه في المباريات الافريقيه المهمه. تمام. والحاجات اللي هي تحس ان هي فيها قلق شويه او فيها انت محتاج نتيجه مباراه او انت محتاج لما بتلاقي نجم كبير معاك، لما بتلاقي رئيس النادي معاك بيتعامل معاك بود وباحترام يعني محتضن اللعيبه كلهم بالجهاز اللي موجود كله. لا انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، وخصوصا لما يكون حد زي كابتن الخطيب. يعني ما يعني في رؤساء انديه كتير، بس برضه معلش خلينا نتكلم بواقعيه ونتكلم بصراحه. الكابتن الخطيب حاله وحاله. يعني كنت بسال مره علي معلول بقول له وجود الكابتن محمود الخطيب معاكم في البعثه. قال لي مجرد ما بنشوفه من غير ما يتكلم معانا خلاص الرساله وصلت. ما انا بقول لك الرساله وصلت من بدايه سلم الطياره واحنا طالعين، عشان انت عارف انت بتتعامل مع مين. انت بتتعامل مع اسطوره. لما انت فعلا بتيجي تقول انا بتعامل مع اسطوره، هي فعلا اسطوره يعني متجسده قدام. فحتى يعني هو اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان انت لما بتشوفه خلاص بتبقى مش محتاج كلام، مش محتاج اي حاجه، وجوده بينقل لك الاهميه بتاعه الحدث اللي انت موجود فيه. تمام. خلي بالك احنا شايفين برضو يعني اهتمام النادي الاهلي واللعيبه، يعني متابع عمليه الاجراءات الاحترازيه. طبعًا. في 4 مساحات قبل المباراه، 4 مساحات لا قدر الله لو لعيب اصيب باي شيء بيتم استبعاده. فاحنا شايفين فيه اهتمام كبير من بعثه النادي الاهلي ومن لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والعاملين وكل البعثه بعمليه الاجراءات الاحترازيه دي، وهي الفرقه مش ناقصه نواقص. طبعا يعني احنا محتاجين يعني احنا محتاجين فعلا حتى لو لعيب مش جاهز بنسبه 100% او لازم هيكون موجود ولازم هيكون متواجد وهيكون له دور. حتى لو مش موجود في الملعب هيكون له دور بره الملعب. يعني حتى انا عجبني جدا ان كهربا يكون موجود معاهم، شيء مهم انه ما يتسابش هنا. برضه ده لعيب مهم ولعيب اساسي ولعيب مؤثر في الفريق. وجوده مع الفريق يقدر يعمل له دعم معنوي كويس جدا. ووجوده مع الفريق ممكن يساعده ان هو يرجع بسرعه، عكس ما اكون انا موجود هنا وانا بعيد وانا مش متواجد مع الفريق وباخد علاج طبي بس، او ان انا بعمل تاهيل بس طبي. لا، انا شايف ان وجوده مع الفريق. شايفين كمان ايمن اشرف يعني كان من اللعيبه المصابه خلال الفتره اللي فاتت. موجود النهارده ايمن اشرف. كمان محمد الشناوي اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انا امبارح يمكن تابعت حتى التمرين بتاعه، هو كان الفريق اجازه وهو راح اتمرن هو مصطفى شوبير. لا ما شاء الله يعني سليم. يعني ادى تمرين قوي جدا 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 وسليم بنسبه 100%. ان شاء الله هيكون متواجد باذن الله. احنا طبعا محتاجين كل اللعيبه يا كابتن. طبعا انا لسه بقول لك احنا في عرض نص لعيب، مش في عرض لعيب. فلا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي الامور تمشي يعني كما يرام. وباذن الله نقدر نرجع بنتيجه ايجابيه من هناك تقدر تساعدنا يعني تسهل علينا ماتش العوده هنا في القاهره ان شاء الله. دايما الاجواء يعني ما بين الانديه المصريه والمغربيه وخاصه الاهلي كمان وفرق المغرب بتبقى مباراه حلوه، مباراه فيها كوره، مباراه ما فيهاش عنف او بلغه الكوره. لا، مباراه كوره فيها تفاصيل كتير، فيها تركيز، فيها مهاره، فيها اهداف. فيها بص المباريات بتاعت يعني فريق النادي الاهلي او الفرق المصريه مع فرق شمال افريقيا هتلاقي فيها حاجتين. هتلاقي فيها فنيات عاليه جدا ومهارات عاليه جدا، وهتلاقي فيها شغل تكتيكي عالي جدا. فدول هتلاقيهم الاثنين موجودين في المباراه، لان هم الفرقتين بيملكوا عناصر مهاريه كبيره. هتلاقي ده موجود في الملعب، وفي نفس الوقت هتلاقي فيه انضباط تكتيكي عالي جدا في الملعب. يعني انا متوقع ممكن المباراه اللي جايه دي ممكن النادي الاهلي يلعب 4-3-3 ممكن. يعني وارد يعني تبدا كده بحته تامين برده بتاعه نص الملعب، لان انت برده الثلاثه بتوع نص الملعب بتوعك عندهم حته الاستحواذ كويسه جدا، وعندهم حته قطع الكره كويس جدا، وعندهم حته التكمله خلف المهاجمين كويسه جدا. فدي ممكن تامن بيها انت نص الملعب في بدايه المباراه لحد ما يعني تشوف المباراه ماشيه ازاي، تدرس الخصم اللي قدامك ماشي ازاي، وحسب مجريات الامور بتاعه المباراه تقدر تشوف انت التغييرات الانسب والاصلح اثناء سير المباراه. يعني كابتن عمرو شايف ان يبقى في خطه فيها توازن دفاعي هجومي، ده الافضل. انا بقول ممكن، ولو يعني ولو ان انت النهارده في الكره الحديثه الفرق الكبيره بتلعب بره زي ما بتلعب جوه، بس انا النهارده لما يكون عندي عناصر تقدر تغير لي طريقه اللعب مع تامين شويه عشان انا بلعب بره ملعبي وعندي مشكله شويه في خط الظهر بتاعي. انا شايف ان ده ممكن، يعني ده ممكن فكر يلجا ليه موسيماني. طبعا موسيماني ممكن يقسم المباراه، ببدا بسيناريو الشوط الثاني بقى. هي الحته اللي انا بقول لك عليها دي تفاصيل، ان انا ممكن ابدا بدي واثناء المباراه انا بقى السيناريوهات بتاعتي. اذا انا قدرت ان انا اجيب جون هعمل ايه، اذا لا قدر الله دخل فيها جون ايه، اذا الدنيا ماشيه بالنسبه لي تمام انا مسيطر ومحافظ وما عنديش خطوره والكلام ده كله. انا بقى هدفي من المباراه ايه، انا شايف الفريق اللي قدامي ايه، هل هو بدني كويس، هل هو تكتيكي كويس، هل مثلا في ثغره في جنب من الاجناب في العمق، هو ده اللي هيخليك تعمل التغييرات والماتش شغال. وخاصه ان في مباراه ثانيه شوط ثاني بالظبط زي ما بيقولوا في مصر بالظبط، فانت بتلعب شوط اول على ضوء لسه في شوط ثاني. بس خلي بالك في مدربين كتيره جدا بتحاول انها تطلع بافضل نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى عشان تسهل عليه المباراه الثانيه، وفي ناس بتحاول اللي هو زي ما بقول التوازن وانا عندي مباراه ثانيه هنا اقدر ان انا اعمل فيها شكل ثاني باداء ثاني، افاجئ الخصم بطريقه لعب ثانيه، بواجبات ثانيه، باشخاص ثانيه في الملعب ما يبقوش هم شايفينهم، مش عاملين حسابهم. كل واحد وليه وجهه نظر طبعا في اداره المباريات بتاعته. اهميه الفرص اللي بتتاح في المباريات اللي زي دي، في المباريات اللي زي دي ما بتتاحش فرص كتير بالظبط، ممكن تظهر فرصه نص فرصه زي ما حضرتك بتقول بالزبط. دور بقى الناس اللي بتلعب في الحته الاماميه، سواء قفشه، سواء حسين الشحات، جونر أجاييه، مروان محسن، باجي. انا بتكلم على الخط الامامي كله. اهميه الفرص دي واستغلال الفرص في المباريات اللي زي دي، هي دي يعني دي مباريات انصاف الفرص. كل ما هتقدر تستغل الفرصه كل ما هتقدر تحسم المباراه. انت ممكن النهارده المباراه دي تتحسم من هناك اذا انت فعلا يعني كان عندك شق هجومي كويس جدا، اذا كان عندك استغلال للفرص بشكل ايجابي جدا، اذا قدرت ان انت تحرز اهداف، كل ده يقدر يساعدك في المباراه الثانيه. فهي المباريات دايما المباريات الكبيره والمباريات النهائيه هي مباراه انصاف الفرص طبعا، مش محتاجه ان انت تضيع فرص كتير، لان انت ممكن في المباراه كلها توصل يعني توصل للجول مره او مرتين. لو ما استغلتش حاجه من الحاجات دي انت يعني هو في قاعده في الكوره اللي بيضيع بيستقبل بالظبط. فاحنا يعني عندنا الحته دي موجوده، عندنا اكتر من لاعب عنده القدره على احراز الاهداف. يعني حتى اللعيبه بتاعت نص الملعب اللي انا قلت لك عليهم، يعني حتى النهارده لو انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، لا عندك عمرو السولية عنده القدره على التسجيل، حمدي فتحي عنده القدره على التسجيل، ديانج نفسه عنده قدره، يعني انت عندك مجموعه كبيره جدا تقدر تستغل الحاجات دي. المهم بالنسبه لي انا حته التركيز اللي انا بقول لك عليها يبقى مهم جدا كمان في الكور الثابته، سواء اللي ليك واللي عليك. الكور الثابته دلوقتي بتخلص ماتشات، فلو انا مركز، لو انا عندي التمركز بتاعي صح، لو انا ماسك المان بتاعي صح، لا الدنيا. بتتكلم عن الكره الثابته، الكرات الثابته سواء الدفاعيه او الهجوميه. انت ممكن تكسب بس. لا 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 بالعكس بالعكس. انت بص الماتشات الثقيله، الماتشات الكبيره والفرق الكبيره لما بتلعب بيبقى صعب يخش فيها جول، فلازم تلجأ لكذا حل. الكور الثابته سواء كورنر او الفاولات القريبه من الجنب او الحاجات المواجهه من على ال 18 دي حلول طبعا. وفي لعيبه يعني في لعيبه مميزه جدا في الحاجات دي، كل سمعتها وكل شهرتها جابتها من الكور الثابته. لا وعندنا كمان سواء بتصنعها او بتسجلها. واحد من نجوم الاهلي في الكرات الثابته كمان بيمثل فيها خطوره، علي معلول بالظبط ان شاء الله اللي هينضم وقفشه كمان برضه من اللعيبه المميزه جدا في الكرات الثابته. وشفنا السنه دي النادي الاهلي في مشوار الدوري احرز اهداف كتير من كرات ثابته. وعندك في الحاجات بقى الفاولات اللي هي بتتعمل بالعرض او الكورنرز الموجود، عندك حمدي فتحي مميز جدا، عندك ايمن اشرف، عمرو السوليه، ديانج، كل مروان محسن، بادجي، كل دول لعيبه تقدر تحرز اهداف من كور ثابته. فانا شايف برضو حته الكور الثابته دي مهمه جدا 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 سواء اللي لينا او اللي علينا، لان برضو يعني احنا زي ما اتكلمنا قلنا التفاصيل الصغيره. في ناس كتيره جدا وفي مدربين كبار وفي فرق كبيره ما بتعملش حساب للكره الثابته طبعا، وبتدفع ثمنها وبتدفع ضربتها غالي جدا. حل من الحلول المهمه جدا في مباراه الكره الثابته. وانا بضم رايك كابتن عمرو. اخيرا عايز رساله من الكابتن عمرو للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. هو يعني احنا يعني كلنا في ظهركم، كلنا دعم معاكم لاخر لحظه. كل اللي انا بطلبه وقلته معاك وبعيده تاني وبكرره ثلاث حاجات. انا الاول قلت لك حاجتين، دلوقتي بقوا ثلاثه، يعني هم ثلاث حاجات لازم يبقوا مهمين: ثقه، هدوء، تركيز. الثلاث حاجات دول هيخلوا يعني شكلنا حاجه ثانيه خالص، هتتفوق على الفرقه ان شاء الله، على فرقه الوداد، هتقدر تعمل نتيجه ايجابيه، هترجع ان شاء الله باذن الله يعني بنسبه 80-90% انت حاسم المباراه الثانيه اللي هنا من هناك باذن الله. الثقه، هدوء تركيز وقبلهم طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما دي حاجه ما فيهاش كلام يعني. كابتن عمرو شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا اسامه، وانا سعيد ان انا كنت موجود معاك النهارده. انا اللي استمتعت بالحوار مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. بشكر ضيفي النهارده اللي كان مشرفني ومنورني في برنامج الاشبال، الكابتن عمرو انور المدير الفني لشباب النادي الاهلي. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه، وايضا كل دعواتنا وكل تمنياتنا للفريق الاول بالنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الوداد، المباراه الاولى في المغرب، ان شاء الله تكون مباراه نتيجتها في صالحنا ان شاء الله للمباراه الثانيه. كل الدعوات وكل الامنيات، ودايما كلنا معاك يا اهلي.